صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول أيام فصل الخريف، ودايما مع تقلب الفصول وتحديدا مع دخول فصل الخريف والشتاء بيكون في نوع من الاكتئاب، تغير الحالة المزاجية للناس، عشان ما نكبرش الموضوع نقول اكتئاب، لكن الناس ما بتبقاش مرتاحه نفسيا، بتبقى قاعده متضايقه في حاجه. طبعا مش كل الناس اكيد بتصاب باكتئاب الخريف، لكن في بعض الشواهد كده تؤكد انك مصاب بالفعل بهذا الاكتئاب اللي هو اكتئاب الخريف مع بدايه دخول هذا الفصل. ان بتحس كده ان في خمول، في كسل، ما فيش طاقه، انت مش قادر، مش نشيط، بتميل للنوم اكتر، بتميل للاكل اكتر، وتحديدا اكل النشويات اللي ممكن يؤدي في النهايه لزياده الوزن. كل هذه الامور برأي الخبراء والاطباء بيقولوا انه في بعض الناس بتصاب بالفعل بالاكتئاب، ودي بالفعل او اكتئاب الخريف، ودي بالفعل هي اعراض هذا الاكتئاب. بعض الناس بيقولوا ان الدول او في بعض التوقيتات معينه كده الدول بعيد عن خط الاستواء دي من اكتر الدول اللي برضو الناس اللي فيها بيصابوا بالاكتئاب، وده ليه؟ لانه ما فيش تعرض للشمس، غياب الشمس، اشعه الشمس بيؤدي برضو لاكتئاب الخريف. عشان كده بعض الاطباء بينصحوا بس انت ان احنا نتعرض للضوء. يعني في بعض الاطباء يقولوا انه من علاج اكتئاب الخريف انك تتعرض للضوء من 30 ل 45 دقيقه يوميا. فسؤالنا بيقول مع اول ايام فصل الخريف ازاي بتتعامل مع الناس اللي مزاجها بيتغير مع تغيير فصول السنه؟ ازاي يا بسنت؟ يعني خليني اقولك على حاجه مبدئيا. طبعا خلينا نعترف اعتراف كده انه مفيش فصل احلى من فصل الصيف، مش عشان درجات الحراره اكيد بتبقى عاليه شويه فده بيقرقنا شويه، لا الصيف، لانه الصيف بيبقى فيه اجازات شويه، الناس تعرف تسافر، بتعرف تاخد اجازات، الحاجات دي بتبقى لطيفه قوي. لكن انا من الناس اللي شخصيا بحب جدا جدا فصل الخريف. هتستغربني شويه لكن انا بحس ان فصل الخريف من اجمل فصول السنه. الناس بتعتقد ان الربيع يمكن من الفصول الكويسه لانه بيبتدي يطلع فيه الزهور، لكن لو بنتكلم علميا احنا كلنا بيبقى عندنا جيوب انفيه وانفلونزا وبيجي لنا حساسيه وطول الوقت بنبقى تعبانين، وفي نفس الوقت الشتاء كمان من الفصول اللي بيبقى طول الوقت عندنا مناعة قليلة فيه بسبب البرد الشديد، وكمان احنا بقينا شوية البرد عندنا شديد. الخريف في الحقيقة هو من الفصول اللي جوها كده حلو، بيفكرك كده بأفلام زمان وأغاني زمان، ودرجة الحرارة بتبتدي تنزل شوية لكن مش برد قوي لسه، برده بتلبس اللبس الشيك اللي هو بتاع الشتاء الشيك ده اللي كنا بنلبسه من كام سنة فاتت، قادر ان انت تمشي في الشارع، مفيش بقى الرياح والعواصف والأمطار اللي يمكن بنتعرض لها أكتر في فصل الشتاء. أنا بحس إن الخريف من أجمل الفصول، كمان النهار بيبقى متساوي مع الليل، فأنت عندك يومك بيبقى مظبوط، أنت عارف إنه الساعة مثلا 5 النهار هيبتدي أو الشمس هتبتدي تغرب شوية، فهتبتدي لو أنت مثلا وراك حاجة بالليل تعملها هترجع البيت بدري وهتقضي وقت مع أهلك. أنا بحس الخريف من الفصول اللي فيها ألفة وفيها معناها بالنسبة لي عيلة. انا كمان من الناس اللي عيد ميلادي في الخريف، فيمكن عشان كده عندي ارتباط بيه حلو قوي، بيمثل لي ذكريات كمان حلوه قوي. فانا بس من الناس مش بيمثلنا احنا بس انت. انا تسالني عن رايي. انا بالنسبه لي لا بحبه. انا من الناس وبعتقد ان في ناس كتير ممكن كمان تبقى بتحب فصل الخريف. انت عارف ان كلمه خريف جايه من كلمه يمكن خرف شويه اللي هي مرحله ما بعد الشباب، فيمكن عشان كده الاسم نفسه او المعنى نفسه
بيخلي الناس تنفر من الفصل ده شويه، لكن في الحقيقه لو فكرت فيها هتلاقيه فصل حلو قوي. انا من الناس اللي بحبه جدا. انا من الناس اللي بيجي انت بتحبه احكي لي. انا بحب الخريف وبيجي لي اكتئاب الخريف، بس يعني ما بيطولش، يعني ممكن يوم يومين كده ابقى قاعد متضايق في بدايه فصل الخريف وما بيطولش، يعني الجرح بيلم بسرعه. جرحك بيلم فما بيطولش معايا على طول، يعني هم يومين وخلاص. لكن انا من الناس اللي دايما بحب الجو اللي فيه هواء، بحب المطره، بحب التساقط الورق الشجر، بحب انا الحاجات دي قوي. احب جو المطره فعلا والشتاء والسقع والكلام ده كله، عشان ما بحبش طبعا الجزء الثاني اللي هو فصل الصيف والحر والكلام ده. فازاي نتغلب على اكتئاب الخريف؟ في مجموعه كده من الحاجات ممكن نعملها، زي ما قلت لحضراتكم العلاج بالضوء، ممكن نمارس الرياضه، ممكن نستمتع بالطبيعه. الناس اللي حواليك كمان عليهم مهمه كبيره جدا في ان هم يخرجوك من هذه الحاله، عشان ما تطولش هذه الحاله وتضطر في النهايه ان انت تروح لدكتور، وبالنهايه تدخل في علاج بقى، وانت نفسك هتحس انك متضايق لانك بتروح لدكتور نفسي عشان يعالجك من كده. ان هي حاجه بسيطه جدا في الاول وفي الاخر، اكتئاب الخريف ده حاجه بسيطه جدا جدا جدا، ممكن تتعالج من الناس المحيطين بيك ان هم يقعدوا يتكلموا معاك. انت كمان ممكن تمارس رياضه، تفتح الشبابيك باستمرار، تتعرض للشمس، كل الحاجات دي بتساعد الانسان على انه ما يدخلش قوي في اكتئاب الخريف او انه يخرج منه بسرعه. كمان يمكن كمان الخريف عشان هيبتدي او ابتدى النهارده بالفعل وهينتهي في ال 22 من ديسمبر، فده وقت يمكن كفايه كمان للناس اللي عندها يمكن او بتعاني من الاكتئاب ان هي تتاقلم شويه مع اختلاف الفصول، تتاقلم شويه مع الفصل ده. فزي ما انت قلت يمكن المشي في الشارع من الحاجات الكويسه، التعرض للشمس كمان من الحاجات الكويسه، اختيار كمان الاكلات المناسبه يا شاذلي لكل فصل من الحاجات اللي ممكن يخلي الانسان او حده احساسه بتغيير الفصول تقل. طبعا الكرنب، احنا داخلين على موسم الكرنب بالظبط، محشي الكرنب والشتا والحاجات اللي بتدفي دي بالظبط، والعدس والحاجات دي. طب ممكن تنسيني اي حاجه؟ الله. على فكره الله، عدس جميل، فكرتني بحاجات حلوه. على العموم احنا مهتمين نعرف من حضراتكم انتوا كمان مع اول ايام فصل الخريف بتعمل ايه مع الناس اللي مزاجهم بتتغير مع تغيير فصول السنه. ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ومنتظرين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها النهارده ان شاء الله في خلال الحلقه. جمعه مباركه على حضراتكم، بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر. جمعة مباركة على حضراتكم. سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفة، هل بتصاب باكتئاب الخريف ولا لا؟ وازاي بتتعامل مع الناس اللي حالتهم المزاجية بتتغير؟ دلوقتي نروح للميا نشوفها بتتعامل ازاي مع اكتئاب الخريف. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير عليك يا بسام. صباح الخير يا لميا. الحقيقة شاذلي انا ما بكتئبش في الخريف خالص، يعني الحمد لله. هو الفصل المفضل بالنسبة لي، في كده من حرية الصيف وحلاوة الشتاء وهدوءه وجماله، يعني ولا بتبقى مخنوق بقى من كتر الحر مش عارف تتحرك غير في خلاص هتبقى في مكان مكيف فتتبسط في الصيف، او ملفوف بقى ب 500 حاجة لابسها علشان برد الشتاء الجامد قوي، فتلاقيه ميكس بين الاثنين. انت مرتاح حاسس ان الجو هادي، ممكن تشرب قهوتك وتشوف برضو مطره وتسمع ست فيروز، وتقدر تخرج برضو، ومش ضروري تبقى محبوس في اماكن بقى مغلقه عشان شويه هواء وبتاع درجه الحراره. الله عليك. فانا يا بحب لمي. جدا الخريف جدا. الله عليك. الفصل الوحيد اللي ما بكتئبش فيه. طب ده كويس. الناس اللي حواليكي بقى، هل في حد منهم مثلا بيصاب باكتئاب الخريف وازاي بتتعاملي معاه؟ هو اكتر الناس اللي بحس انهم مكتئبين قوي بيبقى في الشتاء مش في الخريف. يعني الخريف بيبقى الناس بترتاح فيه من حراره الصيف والكتمه بتاعته قوي يعني، بس فالحمد لله. طيب انا ما اعرفش اعدهم. انا بتفق معاكي تماما، بتفق معاكي جدا، صح كده. يعني الخريف جميل، فصل حلو نتبسط فيه. حلو. خلينا دلوقتي مشاهدينا بعد ما عرفنا جو او فصل الخريف قد ايه احنا بنحبه، بس شاذلي الزهر ما بيحبوش، خلونا نتابع معاكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي سعر البيع فيه 19.51 والشراء 19.44. اليورو سعر البيع فيه 19.28 والشراء 19.20. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.13 والشراء 22.4%. الفرنك السويسري سعر البيع فيه 19.98 والشراء 19.89. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.76 والشراء 2.75. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.18 والشراء 5.16. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.15 والشراء 62.82. واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع فيه 5.31 جنيه والشراء 5.29 جنيه. دلوقتي نشوف اسعار الذهب النهارده.
سجل عيار 18 النهارده في سعر السوق 977 جنيه للجرام، عيار 21 سجل النهارده 1140 جنيه، عيار 24 سجل 1303 جنيه، واخيرا جنيه الذهب سجل النهارده 9120 جنيه. ودلوقتي هنرجع مره ثانيه لشاذلي وباسنت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك. شكرا يا لمي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، وخلال اللقاء أكد سيادته حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية، وده لأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجه سيادة الرئيس بتعزيز دور الجامعات في دراسة العلوم الحديثة الخاصة بمجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي. كمان وجه سيادة الرئيس بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر. من جانبه أعرب السيد تانغ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030، وهو ما يجعل من مصر نموذجاً ملهماً يحتذى به في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة، خاصة ما يتعلق بالتنمية وبترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي، موجهاً سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وقد عرض الدكتور أيمن عاشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات وكذلك الجامعات التكنولوجية. كما استعرض السيد وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها
التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، فضلاً عن التدقيق في التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض أيضاً جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع، وذلك عن طريق عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والمواد الصديقة للبيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والزراعة الذكية. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم، فضلاً عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرانكفونية نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية، والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرانكفونية. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا، اهتمام من رأس الدولة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم العالي وتحديدا بالجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الحديثة. احنا في صباح الخير يا مصر لسه امبارح كنا مخصصين حلقة كاملة على مدار 3 ساعات بنتكلم فيها عن الجامعات التكنولوجية الحديثة. الموضوع بدأ امتى؟ بدأ في 2017، كان مجرد فكرة، خدوا الموافقة بدأوا يشتغلوا 2019 بالفعل. اول جامعة تكنولوجية هي جامعة القاهرة دخلت الخدمة، وبقى عندنا ناس دلوقتي في سنة ثالثة في أقسامها المختلفة وفي برامجها المختلفة، لأن هي مش كليات، يعني هي مش كليات، هي برامج دراسية. وبحسب ما شفنا وتابعنا امبارح في اللي شاف حلقة امبارح، يعني البرامج دي بتخصص وفق الحاجة لهذه البرامج. احنا مثلا بنعمل طفرة حاليا في السكك الحديدية، فتلاقينا عاملين أقسام للسكك الحديدية، شغالين على الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، فعندنا أقسام للطاقة الجديدة والمتجددة. امبارح طبعا الحلقة بكل تأكيد موجودة على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا، موجودة على اليوتيوب، موجودة على الفيسبوك، لأي حد حابب ان هو يتفرج ويشوف الجامعات دي عبارة عن ايه، من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لجامعة الدلتا الموجودة في أويسنا لجامعة أخرى في بني سويف، وكان كمان عندنا جولة مهمة جدا في جامعة مصر للمعلوماتية، هذه الجامعة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا في مدينة المعرفة، جامعة مهمة جدا 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 موجودة في مكان العاصمة الإدارية بيحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية اللي بتشتغل في مجال التكنولوجيا. مهم جدا كمان يا بسنت ان النظره تختلف. حقيقي الاستثمار الكبير قوي والاستثمارات الضخمه اللي في الحقيقه اللي الحكومه استثمرتها في مجال التعليم الفني هتغير النظره المجتمعيه اللي يمكن كانت عندنا على مدار سنين. يعني الاستثمار في الانسان بقالنا سنين قوي باصين للتعليم الفني على انه يمكن مش حاجه مهمه قوي، لكن في الحقيقه النهارده احنا شايفين قد ايه السوق المصري والسوق العالمي، مش بس المصري، احنا شايفين دوله زي المانيا قايمه على التعليم أو خريجين التعليم الفني، وظائف التعليم التكنولوجي. فإحنا النهاردة في الحقيقة الجامعات دي هتوفر اللي محتاجه السوق المصري. النهاردة مينفعش كلنا نشتغل نفس الشغلانات، بقى خلاص في شغلانات تانية السوق محتاجها، سوق العمل مش بس في مصر لا في العالم كله. وفي الحقيقة الاستثمارات الضخمة دي في مجال التعليم التكنولوجي بيخرج لنا مبدعين كتار قوي يمكن في هذه المجالات. خلينا كمان نروح لخبر تاني يا شاذلي، امبارح كان في اخبار واحداث كتيره جدا، وخلينا نقول ابرزها هو الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومه في العاصمه الاداريه الجديده لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروع ممشى اهل مصر، وكمان متابعه حل مشكلات المستثمرين بمحافظه القاهره، وتوقيع الاكاديميه الطبيه العسكريه بروتوكول لتطوير التعليم والتدريب الطبي. خلونا نشوف التقرير اللي جاي.
أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي. وأكد رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل اللي بتتضمن باب كامل عن الحياد التنافسي، وده بيعكس اهتمام الحكومة بضمان المنافسة العادلة والتوصل لسوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر، وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة سير هذا المشروع الحضاري في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله على النحو اللي بيضيف مظهر حضاري للعاصمة ومتنزه لأهلها. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع حل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة، وده في إطار جهود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم والتغلب على أي تحديات بتواجههم في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من إصدار جهود على طريق التنمية، واللي بيوضح الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة تزامناً مع الاستعداد المحلي والعالمي للاحتفال بيوم السياحة العالمي اللي بيوافق 27 سبتمبر. كمان أشار إلى أن فنادق القاهرة حققت قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من 2022 بزيادة 106% في نسب الإشغال مقارنة بالربع نفسه من السنة اللي فاتت. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك توقيع الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع شركة ميديتراين إيجيبت لتطوير أساليب التعليم والتدريب الطبي طبقاً للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل المعهد الأمريكي للصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ، وده بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنيين بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية. أما في المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي منها تدريب العاملين بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية على السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ 1253 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك في البحر الأحمر وتوفير 250 فرصة عمل خلال ملتقى التوظيف لخريجي التعليم الفني في الغربية، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها متابعة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لإجراءات إنزال أسماك لبحيرة قارون بعد التحسن النسبي الملحوظ للمياه، وقال محافظ الفيوم إن القيادة السياسية بتستهدف الارتقاء بكافة البحيرات ومنها بحيرة قارون لعودة الحياة المائية والثروة السمكية بها لسابق عهدها. في الإسماعيلية أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن إجراء الكشف على 2012 مواطن بالمجان خلال القوافل الطبية اللي نفذتها مديرية الصحة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الوادي الجديد اعتمد المحافظ اللواء محمد الزملوط خرائط المخطط التفصيلي لمدينة الفرافرة، وده تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية في إطار خطة الدولة لإقامة مناطق مخططة على البناء العشوائي. في سوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تفقد محطة مياه الأحايوة الشرق المدمجة بمركز أخميم واللي بتأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونسبة التنفيذ في المحافظة وصلت ل 85% وهتخدم 44 ألف نسمة بقريتي الأحايوة الشرق والكولا بأخميم. في الإسكندرية أوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالسلامة والصحة المهنية بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية، واللي ركزت على أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. في الغربية نظمت وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ملتقى التوظيف لتشغيل خريج المحافظة من التعليم الفني بكبرى الشركات طبقاً لقانون العمل، وتم توفير ما يقارب 250 فرصة عمل من خلال 8 شركات كبرى. في البحر الأحمر أعلنت المحافظة إن المشروع القومي لتشغيل الشباب مشروعك وافق منذ بداية العام الماضي ولحد نهاية يوليو على تنفيذ 1253 مشروع بإجمالي 104 مليون جنيه.
في الأقصر أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إنه للمرة الثانية يتم اعتماد الأسبوع الثقافي بالمديرية، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي للوزارة. وأكد إنه فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني هتبدأ من بكرة في مسجد العارف بالله أبو الحجاج بمدينة الأقصر وهتستمر لمدة 5 أيام. بصبح عليكم مرة تانية، وبما أننا بدأنا فصل الخريف خلاص والنهاردة أول يوم، كل سنة وحضرتكم طيبين. خلونا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة في أول يوم في فصل الخريف. النهاردة في انخفاض طبعا في درجات الحرارة لكنه طفيف، من درجة لدرجتين تقريبا على شمال البلاد والحد الصعيد. كمان الطقس النهاردة هيكون حر ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي كمان النهاردة أتربة عالقة في الجو، وبالليل في نشاط للرياح في بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة شوية. درجة الحرارة في القاهرة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة. وبعد شوية هنتابع مع حضراتكم الطقس بتفصيل. يمكن امبارح كلنا تابعنا وتأثرنا برحيل الفنان الراقي هشام سليم، وفاته المنية امبارح بعد الصراع مع مرض السرطان، وبالأخص طبعا سرطان الرئة. فنان صاحب رصيد فني مشوار كبير تعلق بيه جمهوره من أول ظهوره، هو شاب صغير في بداية حياته إمبراطورية ميم، كلنا اتفرجنا على الفيلم ده وحبناه لحد آخر عمل قدمه كلنا كمان حبناه، مشاركته بمسلسل هجمة مرتدة. ربنا يرحمه الفنان الكبير هشام سليم. ورقة جديدة تسقط من شجرة الإبداع، فنان احترم فنه فعشقه الجمهور ورحل تاركاً حزناً كبيراً لدى محبيه، هو الفنان هشام سليم الذي رحل عن دنيانا بعد صراعاً مع المرض. انت ايه اللي جايبك هنا علي؟ لا يا حسن، انا جيت زي ما كلكم جيتوا. طب غور يلا امشي من هنا دلوقتي. انا جاي هنا بمزاجي ومش هروح غير بمزاجي. ولد هشام سليم في القاهرة عام 1958 وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981. قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات. نجحت يا رب. شفت دمي. مبروك يا بهلول، مبروك مبروك يا ابني. تنوعت أدوار هشام سليم في كل أعماله التي أثبت من خلالها موهبته الكبيرة وبراعته في تجسيد الشخصيات المختلفة وقدرته على انتقاء أدواره في كل مراحل عمره، فدائماً تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع، لذلك يدخل قلب وعقل المشاهد بسهولة. ولأنه ابن أحد أساطير الكرة هو صالح سليم، رغب والده في أن يخلفه في عشق الساحرة المستديرة، إلا أن عشقه للفن كان أكبر، فحصل على أول أدواره مع فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال، وحقق نجاحاً لافتاً بعدها وانطلق وحصل على أدوار أكبر في الفن، وأهمها عودة الابن الضال مع يوسف شاهين. خلاص نقول باي باي على طول، يا مدرستنا يا حبيبتنا، باي 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 باي. وفي مواجهة مجد الرومي التي كتبت في وداعه: كم أوجعت قلبي برحيلك المبكر، توأم عمري هشام سليم وداعاً. أدي اللي كان ودي القدم ودي المصير، نودع الماضي الحلم الكبير. خلال فترة التسعينيات شارك في الكثير من الأعمال السينمائية مثل إسكندرية كمان وكمان، اسمه ونصيب، الخادم، اللعب مع الشياطين، الهجامة، وأرض الأحلام، وشارك في المسرحية الشهيرة شارع محمد علي. كنت بحلم بيك وأنا نايمة. وأنا كنت بحلم بيك وأنا صاحي. يا سلام، لو كنت وحشتك صحيح كنت بعتلي جوابات. كتبتلك كتير، كل يوم جواب. والنبي صحيح؟ أه والله. وصلنيش ولا واحد. أنا ما بعتهمش. بدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر الثمانينيات، وقدم مسلسلات الراية البيضاء، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، وأماكن في القلب. ناجي عايز ايه؟
في موضوع انت فاهمني فيه غلط ولازم اوضحه لك. موضوع ايه؟ موضوع امر. اخر اعماله من خلال مشاركته في مسلسل هجمه مرتده، واعلن بعدها اصابته بالسرطان، وبالامس يرحل مشيعا بحب الملايين. يا ريت حضرتك توصلها لهم وتقول لهم يعني ان موضوع زي ده ممكن يحط حضرتك في موقف حرج معانا. احنا خلاص خدنا منها اللي احنا عايزينه ومش محتاجينها خالص. طبعا مما لا شك فيه ان كلنا فوجعنا اول ما سمعنا خبر وفاة هشام سليم، ما كناش مصدقين لان احنا مرتبطين بيه منذ الطفولة، ويمكن فترة تعبه ما كانتش طويلة قوي. لكن الجميل في الموضوع ان هو في عز تعبه قال الحمد لله، اول ما عرف يعني وكان تعبان جدا قال الحمد لله. ايه المشكلة؟ هتعامل معاه ده الكوفيد بيموت الناس في 3 ايام. فده بيفكرنا بنفس رد فعل المايسترو لما عرف ان هو برضو عنده سرطان صالح سليم. اول ما عرف من الدكتور كان مدي وعد لحفيدته اللي هي بنت هشام سليم ان هو هيخرجها السينما. فالدكتور قال له، فقال له طب ما فيش مشكله انا هستاذنك بس دلوقتي عندي مشوار مع حفيدتي عشان كنت وعدها ان انا هوديها السينما، اوديها السينما وبعدين ابقى اجي لك نشوف هنعمل ايه. فهم كانوا متقبلين كل حاجه. وبموت هشام سليم الحياه بتدينا درس مهم جدا، وهو انه البقاء دايما للانقى، البقاء دايما للانفع، وده ناتج لان هشام سليم متربي. طبعا كلنا عارفين القصه او شفنا وتابعنا القصه، هو بيحكي عن علاقته بوالده وازاي في مره من المرات، ودي كانت يمكن المره الوحيده اللي استغل اسم والده، وبيقول كنت في نادي الاهلي وكنت الكنترول كان بيكلمني وبيزعق لي، فقلت له انت مش عارف انا مين، كان عنده 8 سنين تقريبا في الوقت ده، انت مش عارف انا مين، ده انا ابن صالح سليم. فالراجل راح اشتكى لوالده، فوالده لما روح البيت ضرب هشام سليم، هو بيقول ضربني علقه انا مش ممكن انساها لحد دلوقتي، وقال له انا صالح سليم انت مين؟ انا لو خدتك من ايدك ورحت سوق الكانتو مش هتجيب 3 مليم، لما تبقى حاجه ابقى اتكلم وما تقولش انا ابن مين. فهو كان انسان متربي وكان انسان خلوق، واحنا كلنا شفنا امبارح حاله الحزن اللي انتابت ناس كتيره جدا من اصدقائه ومن زملائه في العمل ومن جمهوره. شفنا ماجدة رومي زي ما شفنا من خالد قريش، شفنا شريهان، شفنا حاله الحزن اللي عامت الوسط الفني. احنا كمان يمكن الناس اللي حضروا الجنازه نفسها والانهيار اللي كانوا فيه، لانه زي ما انت قلت الناس يعني يمكن ما توقعتش، يمكن عشان روحه كمان هي دايما تعامل مع هذا المرض كان دايما عنده تفاؤل. طبعا مات عن عمر 64 سنه، وزي ما انت قلت يا شاذلي ان هو كان ابن اصول، ويمكن ده شفناها كمان في اختياره لاعماله خلال السنين اللي فاتت دي كلها خلال عمله بمجال الفن، انه يمكن ما فيش دور واحد تقدر تقول عليه دور وحش او ما يعجبكش لهشام سليم. يعني من طبعا الفنانين الرقيين جدا جدا، مش بس كمان في ادوارهم، لا كمان اداء وتعاملا مع زمايلهم في الفن. يمكن ناس كثيره قوي بتتكلم على قد ايه كان هو بيتكلم ويسال عن اصدقائه من الفنانين اثناء مرضهم، او يمكن كمان بيتواصل مع عائلتهم بعد ما يتوفوا الفنانين او غيره. راقي فعلا وابن اصول حقيقي بكل تاكيد. وشفنا كمان الصحفيين اللي تعاملوا معاه وكانوا بيعملوا معاه انترفيو مثلا، قد ايه بقت في علاقه صداقه بينه وبينهم، وقد ايه كان في ود وحاله طيبه. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وزويه ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرتنا. دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. الشركه المشغله للخط الثالث لمترو الانفاق نفت الشائعات اللي ترددت حول غلق محطه مترو العتبه بالخط الثالث النهارده، وقالت ان المحطه شغاله النهارده عادي جدا زي كل يوم. النهارده كمان موضوع خطبه الجمعه بعنوان اهل الاستجابه في القران والسنه، وكمان النهارده في مباراه مصر والنيجر الساعه 8 بالليل ضمن تحضيرات المنتخب لاستكمال منافسات التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات كوت ديفوار 2024.
بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق نفت الشائعات اللي ترددت حول غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث النهاردة، وقالت إن المحطة شغالة النهاردة عادي زي كل يوم. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان أهل الاستجابة في القرآن والسنة. وزارة الأوقاف شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وإن وقت الخطبة ما يزيدش عن 10 دقائق. النهاردة هو أول يوم في فصل الخريف وفقاً للحسابات الفلكية، وهيستمر لمدة 89 يوم و20 ساعة و44 دقيقة. لعشاق الكرة المصرية هيكون موعدهم النهاردة مع مباراة مصر والنيجر الساعة 8 بالليل ضمن تحضيرات المنتخب لاستكمال منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024. وحصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن على حضور 5000 مشجع للمباراة. صباح الخير عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع النهاردة أنه في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وده على شمال البلاد لحد شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات. الطقس كمان هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، وميل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهارده كمان أتربة عالقة في الجو، وبالليل في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهارده بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير، طمنينا على أخبار الجو النهارده. احنا اليوم طبعا بنشهد الاول انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن الامس بحوالي من 2 لـ3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. شمال البلاد يعني السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى. هنشهد اجواء خريفية مستقرة على اغلب الانحاء. الاجواء خلال فترة النهار هتكون اجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى. هتبقى الأجواء شديدة الحرارة فترات النهار على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس هنلاحظ اختلاف كبير بين درجة الحرارة فترة النهار وفترة الليل، وهنلاحظ الانخفاض في درجات الحرارة. الأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية. يمكن كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر هنلاحظ بعض البرودة، فهنلاحظ الفترة دي فرق كبير بين درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل. دايما النص الاول من فصل الخريف معروف بالتذبذب والتقلبات الجويه الكبيره في درجات الحراره بين ارتفاع وانخفاض في اليوم الواحد وحتى كمان في الاسبوع الواحد. بالاضافه كمان ان احنا مع فترات المساء هنلاحظ وجود نشاط لرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده هيساعدنا اكتر خلال فتره الليل على الاحساس بانخفاض درجات الحراره وعدم الاحساس بنسب الرطوبه. بالاضافه كمان ان في طبعا استقرار في الملاحة البحريه او اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ونقدر نستمتع بالاجازه ان شاء الله في المناطق الساحليه، لان كمان المناطق الساحليه فترات الليل بقت معتدله تماما. وان شاء الله من غدا هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره، لان اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، غدا 32 درجه مئويه، وبعد غدا هتكون 31 ان شاء الله. طيب كنا عاوزين نطمن، هل الرطوبه مستمره معانا خلال فصل الخريف ولا خلاص يعني بيروح خلاص؟ لا، هو تدريجيا طبعا ان شاء الله نسب الرطوبة هنحس فيها بانخفاض. هو نسب الرطوبة بتبقى موجودة في الجو، لكن في عوامل بتساعدنا على عدم الاحساس بوجودها، زي وجود طبعا المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا اللي بتعمل على وجود السحب، فبالتالي مش هحس بنسب الرطوبة. بالاضافة كمان وجود نشاط للرياح في اغلب الايام، ده بيساعد برضو على عدم الاحساس بنسب الرطوبة، وده اللي هنلاحظه في فصل الخريف ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 33 والصغرى 23، اسكندرية 30-22، العالمين الجديدة 30-22، مطروح 28-21، دمياط 32-22، الإسماعيلية العظمى فيها 33 والصغرى 21، السويس 34-22، بورسعيد العظمى فيها 31 والصغرى 23، العريش 31-21، كاترين 28-18، طابة 35-23، حلايب 32-26، شلاتين 36-25، شرم الشيخ 36-27، والغداء 35-25.
لو رحنا للفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 23، بني سويف العظمى 34 والصغرى 23، الوادي الجديد 39-23، أسيوط 36-24، سوهاج 37-22، قنا 37-22، الأقصر 40-22، أسوان 40-26. ودلوقتي نروح لشاذلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. النهاردة ذكرى ميلاد فيلسوف شعر العامية المبدع سيد حجاب، اللي كلنا ارتبطنا بكلماته وأشعاره خاصة في تترات أهم مسلسلات الدراما اللي بقت جزء من تراثنا وذاكرتنا الفنية، زي بوابة الحلواني، الأيام، الشهد والدموع، المال والبنون وغيرهم كتير. خلونا نشوف التقرير اللي جاي عن المبدع سيد حجاب ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في مثل هذا اليوم ولد مهندس شعر العامية الذي تحققت فيه نبوءة صلاح جاهين بأنه سيكون من أقوى المؤثرين في الحركة الشعرية، والذي شكل بكلماته ذاكرة جيل لا يزال اسمه خالداً في قلوبهم، هو المبدع سيد حجاب. ولد سيد حجاب في 23 من سبتمبر عام 1940، والتحق بقسم العمارة بكلية هندسة جامعة الإسكندرية عام 1956، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين عام 1958. كان لنشأة سيد حجاب على ضفاف بحيرة المنزلة تأثير كبير في شعره، وبدأ ذلك واضحاً منذ ديوانه الأول صياد وجنية، بعدها انتقل إلى ميكروفون الإذاعة من خلال مجموعة من البرامج الشعرية مثل بعد التحية والسلام وعمار يا مصر وأوركسترا. دخل سيد حجاب مجال الأغنية بقوة، وكانت البداية حين غنى له كل من عفاف راضي وعبد المنعم مدبولي وصفاء أبو السعود، ثم كتب أغاني لفريق الأصدقاء. بعدها لحن له بليغ حمدي أغنيات لعلي الحجار وسميرة سعيد، وكتب لمحمد منير في بدايته أغنية آه يا بلاد يا غريبة في أول ألبوم له، وأيضاً كتب أشعار العديد من الفوازير وتترات المسلسلات التي عرض بعضها في رمضان. شكل سيد حجاب بكلماته مع أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ والملحن الكبير عمار الشريعي مجموعة عمل متميزة قدمت لنا الكثير من الروائع الدرامية مثل بوابة الحلواني والأيام والوسية والشهد والدموع والمال والبنون والحقيقة والسراب وشرف فتح الباب. صدق من قال إن الغناء يشتاق لسيد حجاب، مهندس فعلا. أي عمل بيكون موجود فيه سيد حجاب، وشفنا حالة الانسجام اللي ما بينه وما بين بليغ حمدي أو عمار الشريعي، شفنا المغنيين كمان اللي غنوا الأغاني بتاعته، أعمال عاشت وبتعيش كمان، لأن عمنا سيد حجاب كان كل غرضه أنه يقتحم قلوب الناس عن طريق عقولهم، يفكروا الأول وبعد كده يقدر يقتحم قلوب الناس. طبعا كلنا دلوقتي بنغني ليه يا زمان ما سبتناش ابريه واخدنا ليه في طريق ما منوش، بتغني ولا ما بتغنيش؟ بغنيها، وكمان من الاغاني اللي هو كتبها كان لعلي الحجار تجيش نعيش، دي من احلى الاغاني اللي احنا كلنا مرتبطين بيها وبنحبها. غنى له كمان منير الكينج، وغنت له سميره سعيد، وغنى له ناس كتير جدا. سيد حجاب فعلا كمان تترات الاغاني اللي هو كتبها يمكن من اكتر الاغاني اللي احنا بنغنيها في حياتنا عامه، يعني كل يوم. انا بحب الاغنيه دي جدا اللي انت لسه بتغنيها دلوقتي. صحيح، وثق جوده يعني وجود اسمه على اي عمل يعتبر صك جوده لهذا العمل. على كل ده معاد موجز لاهم الاخبار مع لميا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز والاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لدارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر لأوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالاتها وعملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ثمن جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعدادات العام الدراسي الجديد. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التقدير لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومسؤوليها لتوفير مختلف الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تشهدها الساحة الدولية. وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للوكالة المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد شكري على موقف مصر الداعم لأي حل من شأنه الحفاظ على البرامج الحالية للوكالة وتطوير نشاطها. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية والمعنية بالأزمة في أوكرانيا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية روسيا، وذلك في إطار بذل مساعي الوساطة العربية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا. وتناول شكري خلال الاجتماع التحديات الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا والتي تمتد أثرها إلى دول المنطقة فيما يخص الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأعباء الاقتصادية. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على دعم واستقرار لبنان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء شهد نقاشا حول التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، حيث أكد شكري على أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية بما يحقق الاستقرار في لبنان ويعبر بالبلاد التحديات التي تواجهها. وأضافت الخارجية في بيان أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لبلاده على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلن وزير المالية الروسي أن مشروع الميزانية الجديدة يهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال من منتجي النفط والغاز مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة عجز ميزانيتها. وقالت الحكومة الروسية أنها وافقت على مشروع قانون خاص بميزانية عام 2023 وكذلك للفترة بين عامي 2024 وحتى 2025 دون ذكر أي تفاصيل هذا، وسيعرض المشروع أو مشروع القانون على البرلمان لمناقشته قبل أن يوقع عليه الرئيس ليصبح نافذاً. لقي 7 أشخاص مصرعهم في السلفادور في انهيارات أرضية نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت الحماية المدنية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار أرضي في قرية صغيرة تبعد نحو 16 كيلومتر جنوب غرب العاصمة سان سلفادور، مضيفة أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما في انهيار أرضي مماثل في قرية أخرى تقع على بعد 21 كيلومتر جنوب العاصمة. أعلنت السلطات اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الجانب الجنوبي من مقاطعة إيباراكي وهز مباني العاصمة طوكيو، هذا ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن إصابات أو أضرار. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضرتك.
حضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، وخلونا نروح لمحافظة البحيرة واللي انطلقت فيها فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، وده بيتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة ومرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد. فعاليات المهرجان هتستمر لحد يوم 25 سبتمبر، واحنا معانا على الهاتف دلوقتي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عشان نتعرف منها على كافة التفاصيل. صباح الخير عليكي. صباح الخير بسنت. صباح الخير محمد. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه حابين حضرتك تعرفينا على تفاصيل الفعاليات اللي بتشملها ايام المهرجان. اولا صباح الخير، واسمحي لي اشكرك على التغطيه العظيمه دي. المهرجان ده بيتم لاول مره برعايه طبعا من وزاره الثقافه في شكل وزاره هيئه الاوبرا او دار الاوبرا المصريه بالقاهره، ووزاره السياحه والاثار، بهدف تنشيط يعني السياحه و يعني ان يكون المواطن عارف المعالم السياحيه. مش كل محافظه البحيره عارفه رشيد. احنا امبارح كنا ممثلين 15 مركز. سامحيني، هو مش ممتد ل 25، هما ثلاث ايام 22 و23 و24 سبتمبر الجاري. ما هو مهرجان شعبي يعني في اجواء يعني اجواء كرنفاليه، نجوم الفن موجودين. فهيتم يعني ان شاء الله تواجد النهارده مثلا على سبيل المثال الفنانه نسمة محبوب وفريق اوبرا القاهره الاوركسترا القاهره السيمفوني، وبكره ان شاء الله عندنا الفنان هشام عباس. وده يعني زي هديه من وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار لاهالي رشيد اللي هم تصدوا للحمله الانجليزيه بقياده فريزر سنه 1807 يوم 19 سبتمبر، وده بيواكب العيد القومي لمحافظه البحيره. عظيم. دكتوره نهال، تم اختيار فعاليات او ان يكون في مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في نفس التوقيت بتاع الذكرى ال 200 لفك رموز حجر رشيد، هل ده مقصود؟ طبعا كان في من جانب وزاره السياحه والاثار ان في مرور اكثر من 200 عام على فك رموز حجر رشيد بيواكب يوم 27 سبتمبر. فطبعا فيها، وحضرتك لو لاحظت الستيج كله والديكورات معموله على شكل روزيتا ستون او حجر رشيد في لفته، يعني طبعا الاهالي كلهم ملمين بده تماما. ف يعني بدعوكم ان انتم تطلعوا خارجي في استوديو لايف من المكان. الحقيقه المكان عباره عن مينا الصيد برشيد، ده ان شاء الله نكون موجودين باذن الله يا فندم. باذن الله. اللي اهدانا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان رشيد طبعا بتتميز بالصيد ومراكب الصيد والمجال يعني الساحلي بشكل عام. فالاجواء جميله جدا، ادعوكم ان انتم تنورونا يعني. طيب دكتوره نهال، يعني حابه حضرتك تكلمينا بشكل عام عن المشروعات اللي تم تدشينها خلال العيد القومي للمحافظه. في عدد من المشروعات استاذه فسنت بتتراوح ما بين محطات معالجه وامتدادات لمحطات مياه وطرق تم رصفها ومكتبه مصر العامه بالدلنجات، ودي الثالث مكتبه تم رفع كفاءتها ودخلت في العمل. فتحنا معرض دمنهور الخامس للكتاب، عندنا برضو عديد من المدارس الحقيقة للافتتاح، مراكز الشباب، حمامات سباحة داخل مراكز الشباب، فيها يعني عدد طرق، كباري مشاة، عدد كبيرة جدا من الافتتاحات. لكن احنا طبعا حاليا في انتظار ان شاء الله تعيين محافظ للبحيرة، فالافتتاحات هتكون ان شاء الله بتعيين اول ما يتم تعيين محافظ يعني. طيب عظيم. هل في مظاهر اخرى للاحتفالات؟ طبعا احنا عاملين في المجال الطبي على سبيل المثال كان مؤتمر كبير عن الجوده بتشريف رئيس هيئه الاعتماد والجوده المصريه دكتور اشرف اسماعيل. عظيم. النهارده بيوم الجمعه كل سنه وانتم طيبين، نقل شعائر صلاه الجمعه من مسجد التوبه بدمنهور عشان العيد القومي لمحافظه البحيره. المعرض الكتاب، كمان اطلقنا اول طابع تذكاري بريدي، اول مره محافظه البحيره او اي محافظه تعمل هذا الطابع. الطابع ده هدفه الهويه الوطنيه لكل مواطن او كل واحد من البحيره يعرف معالم بلده ايه. طرحناه في كل مكاتب البريد، 50,000 طابع في البحيره موجودين في 18 مكتب بريد، موجود حاليا 4,000 طابع، ومن حق اي واحد ان هو يعني يحصل عليه. في برضو عديد من
يعني المجالات عاملين تخفيضات، بعض الصيدليات والأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين عاملين تخفيضات على هامش العيد القومي، في ندوات ثقافية، يعني في حاجات كتير يعني. هايل. دكتورة نيال، يعني حابين نعرف من حضرتك كمان إيه آخر تطورات مشروع حياة كريمة عندكم في المحافظة؟ مشروع حياة كريمة يعني بيجري على قدم وطاق، وإحنا بنستعد إن شاء الله لافتتاح أول قريتين من قرى حياة كريمة في احتفالات أكتوبر القادمة بإذن الله. وإحنا شرفنا يعني على الانتهاء من جميع مشروعات الحياة كريمة عدا الصرف الصحي اللي قلنا أنه هو لازم هيمتد أكتر، لكن باقي المشروعات الحمد لله بنسبة أكتر من 91% جاهزة يعني. طيب ده عظيم جدا، دي أول مرة تعملوا فيها هذا المهرجان، مهرجان رشيد، هل إحنا مقررين ومخططين يكون معانا مهرجان سنوي في البحيرة؟ والله يا فندم أنا بناشد وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني طبعا ورئيس هيئة الأوبرا ان يبقى فيه طبعا مهرجانات على هامش ده، ولكن هو نهج يعني النهج ده خدته وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار في جميع محافظات بتجوب محافظات مصر، يعني على سبيل المثال كانوا موجودين في طلباسه في دندره، كانوا موجودين في صعيد مصر بشكل عام يعني، وده اول مره في الوجه البحري، فان شاء الله باذن الله يكون في نسخ اخرى، فندعو لذلك من وزيره الثقافه ووزاره السياحه والاثار ان شاء الله. يعني احنا حابين نشوف في يمكن فعاليات اكتر واحتفالات اكتر في المحافظه، وان شاء الله كاميرا صباح الخير هتبقى موجوده وبتغطي كل ده. كل الشكر للمجهود كبير قوي بتقوموا بيه الدكتوره نيهال بلبع نائب محافظ البحيره. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والنهاردة 23 سبتمبر ده بيصادف اليوم العالمي للغة الإشارة. اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في نفس تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم سنة 51. الهدف من هذا اليوم هو دعوة الدول لتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم. اليوم 23 من سبتمبر يصادف اليوم العالمي للغة الإشارة الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في نفس تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، والذي يلتزم أعضاؤه بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم. ويوجد حوالي 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة. ولغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكلياً عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنباً إلى جنب. وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلاً مبسطاً من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية. بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، يمكن في الكام سنة اللي فاتوا بقينا نشوف ناس كتير بتتعلم لغات أجنبية، ومن اللغات دي كمان بقى في ناس كتيرة بتتعلم لغة الإشارة، يعني في ناس وسطينا يمكن بيتعلموها كلغة للمعرفة ليهم. وإحنا معانا نموذج النهاردة في الحقيقة لشاب كان عنده تجربة مختلفة، والدته ووالده كانوا مصابين بضعف السمع، فقرر إن هو يتعلم لغة الإشارة بشكل محترف عشان يدعم والده ووالدته أولا، وبعدين بدأ إن هو يساعد مئات من الشباب في أنهم يتعلموا لغة الإشارة، وكان بيتنقل في المستشفيات والمصالح الحكومية عشان يساعد الناس اللي محتاجين ترجمة للغة الإشارة. نموذج جميل، خلونا نرحب بيه معانا عبر الزوم محمد رشاد، خبير ومترجم لغة الإشارة العربية. صباح الخير عليك. صباح النور يا بسانتي. صباح النور يا محمد. صباح الخير يا محمد. يعني صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين ومبسوطين قوي قوي ان احنا معانا نموذج زيك، لانه احنا يمكن عندنا شويه
الوعي محتاجين ان احنا ننشره اكتر عن لغه الاشاره وتعلم لغه الاشاره. البعض فاكر انه احنا محتاجين نتعلمه عشان نتعامل بس لو عندنا حد بيعاني من ضعف السمع، لكن في الحقيقه هي بقت لغه دلوقتي ناس كثيره بتستخدمها، زي ما شفنا في التقرير انه في يمكن 70 مليون اصم حوالين العالم. حابين نعرف ايه اهداف او الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للغات الاشاره، وايه اهميه الحفاظ على لغات الاشاره؟ والله بصراحة أنا سعيد جدا بالتقرير اللي تم عرضه، لأن هو فعلا كان تقرير ملم جدا للقصة كلها. هو فعلا تم إنشاء الاتحاد العالمي للصم سنة 1951، وده بيوافق اليوم النهاردة 23/9. فعلا عدد التقرير اللي تم عرضه من خلال الاتحاد العالمي للصم ان احنا 70 مليون اصم على مستوى العالم، طبعا 80% منهم في الدول النامية و80% منهم من في الدول بتاعتهم. فتعداد لغة الإشارة بتختلف ما بين دولة والتانية، بمعنى أصح أنه لغة الإشارة المصرية غير لغة الإشارة الخليجية غير لغة الإشارة الأجنبية، سواء الصيني أو الألماني أو الفرنساوي أو ده وفقا للكلمات اللي بنستخدمها. بالضبط، لأن المصطلحات نفسها بتاعت لغة الإشارة بتختلف من دولة لدولة وفقا لطبيعة البيئة والمناخ اللي بيعيشه الشخص نفسه الأصم. فمن هنا تتشكل بقى اللغة نفسها بتاعت لغة الإشارة. بالنسبة للي احنا يعني بنسعى ليه داخل مصر، بصراحة ان احنا ننشر الوعي لكل الفئات في المجتمع، ان احنا نوصل لغة الإشارة بالفعل لجميع فئات المجتمع، لانه ده دور مهم جدا ان احنا نكون على قدم الوساط فيه، بحيث ان احنا لو واحد في ازمه او اي مشكله يلاقي حوالين منه اي حد يقدر يساعده يعني. تمام، ده عظيم جدا. استاذ محمد، انا عشان اعلم شخص بيتكلم عادي وبيسمع عادي لغه الاشاره عشان يتعامل مع شخص من ضعاف السمع والاصم، فاعتقد ان هو سهل شويه ان انا اقول له لو حبيت تعبر عن انا جعان او انا عطشان، فسهل ان انا اقول له الكلمه فيسمعها وابتدي اعلمه الاشاره. بالنسبه لي الاصم او بالنسبه لي ضعاف السمع، ازاي بتعامل معاهم في حاجه زي دي؟ ازاي بعلمهم اصلا لغه الاشاره؟ والله لغة الإشارة بالنسبة للصم أو ضعف السمع نفسهم هم بيكتسبوها من بعضهم. طبعا بطبيعة الحال في مدارس في جميع المحافظات والقرى مخصصة للصم داخل الجمهورية، فهم بيكتسبوا لغة الإشارة من بعض. تمام، وطبعا بممارسة داخل المدارس من المعلمين الموجودين داخل المدارس، فبالتالي يبقى عندهم اللغة مكتملة بسبب المجتمع بتاع الصم نفسه داخل المدارس. طب يعني بس انت كنت بتقول دلوقتي ان كل لغة او كل منطقة في العالم ليها اللانجوج بتاعتها او لغتها، هل في حاجة يعني انت ممكن حتى توريها لنا دلوقتي اشارتها ازاي بتتعامل؟ خلينا نقول كومن يعني او كل اللغات بتستخدمها، يعني لو في مثلا ازيك فانت تقول انا كويس مثلا، يعني لو في حاجة كده. يعني مثلا لو انا عايز اقول مثلا بالانجلش هروح قايل ايه؟ هاو Are you? How are you? تمام؟ دي بالامريكان سيل لانجوج. تمام؟ انما لما حاجه اعملها بالعربي تمام اقول ايه؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ تمام؟ انما لما اجي اقول مثلا بالخليجي هقول كيف حالك؟ كيف حالك؟ يعني بتختلف ايه من لهجه للهجه يعني. طيب انت اتعلمت ازاي يا استاذ محمد؟ وازاي كنت بتتعامل مع والدك ووالدتك قبل ما تتعلم؟ والله هو اللغة بالنسبة لأي حد المذر لانجوج، طبيعي إن أي شخص بيتولد عنده أب وأم من الصم فبالتالي بيكتسب اللغة بتاعة الأب اللي هي اسمها المذر لانجوج. أيا كانت بقى اللغة كده كده الشخص أو الطفل بيكتسبها، مش محتاج إن هو يروح لجهة معينة إن هو يتعلمها. فبالتالي بقت هي اللغة الأم بالنسبة له بيقدر يتعامل بيها بشكل منطقي وشكل سلس جدا يعني. طيب. فالتعليم مش محتاج يعني الواحد يتعلم. خد وقت منك قد ايه؟ لا مفيش، انا طلعت لقيت نفسي بتكلم اشاره. اوكي، يعني انت وانت صغير يعني ده كان الموضوع سهل جدا بالنسبه لك.
بالظبط. انا في بدايه الامر بس يعني ايه، كان وانا طفل صغير كان اللي بيتحكى لي يعني انه الكلمات كنت ما بركبش الجمل بشكل سليم، تمام، لكن مجرد ان انا بحاول اعبر عن انا عايز اكل، عاوز اشرب، الحاجات اللي هي ايه الاحتياجات الشخصيه اللي هي ايه او الملحه جدا يعني، تمام. فهي دي الحاجه اللي ايه اللي اقدر اتواصل بيها مع ابويا وامي في الوقت ده. طب يعني معلش اعذرني بس على يمكن عدم معرفتي قوي باللغه دي، ويمكن انا يعني عندي فضول اني اعرف اكتر واكتر. هل العواطف والمشاعر جزء اساسي انك تتعامل وتتعلم اللغه دي؟ والله بصراحة العواطف والمشاعر اللي بتخص الشخص نفسه اللي ابن من أبناء الصم، تمام، هي الدافع الوحيد اللي بتخليه يمشي في هذا الاتجاه إن هو يخدم هذا المجتمع، تمام. ولكن يعني احنا محتاجين عدد كبير جدا، مش كافي ان احنا بس كابناء صم ان احنا نخدم هذا المجتمع، لان عددهم كبير جدا ومحتاجين مترجمين في جميع وشتى المجالات، وبالذات المجالات الطبيه والمجالات اللي هي تخص القضاء. طيب امتى انت فكرت تتحول من انك تساعد والدك والدتك بس الى انك تساعد الناس؟ والله الأمر بالنسبة لي من وأنا عندي حوالي 10 سنوات، كنت يعني بروح مع والدي إحدى الجمعيات المتخصصة للصم، فجت بالصدفة إن أنا حد محتاج ترجمة من خلال التليفون. طبعا ساعتها في ذلك الوقت كان في التليفون اللي هو بالبكرة كده، هو عداد كده بيلف، فكان بالنسبه لي مهمتي ان انا ببقى سعيد جدا وانا قاعد على الكرسي ده والمكتب، ان انا بترجم للشخص نفسه احتياجه في المكالمه التليفونيه. فجت الحكايه بدات من هنا، وبعدين الموضوع تطور طبعا لان انا بدات اعمل تدريبات متخصصه للصم في الاي تي، وبعد كده دخلت من الاي تي على السوفت سكيلز. عظيم. هل الموضوع كان صعب؟ هل كان فيه معوقات؟ لا بصراحة أنا شايف يعني الحمد لله إن مفيش معوقات، لأن هي المذر لانجوج الأساسية بتاعتي هي لغة الإشارة. طيب أنا بس حابب إن أنا أعلم السادة المشاهدين إشارة واحدة عالمية متعارف عليها. يلا بينا. يعني مش هتاخد أكتر من دقيقة. يلا بينا. تفضل. يلا بينا. الإشارة العالمية المتعارف عليها في جميع العالم، تمام، لو شفت أي شخص أصم سواء أجنبي أو صيني أو عربي أو أي حاجة، هي إشارة I love you، تمام. دي اختصار للـ I بالإنجليش، تمام، والـ L، تمام، ودي الـ Y شكلها عامل كده، فدي إشارة I love you. فبمناسبة يعني العام اللي احنا فيه 23/9، بمناسبة المناسبة اللي احنا بنتكلم عنها، الاحتفال العالمي بلغات الإشارة، تمام، فأنا بهدي للسادة المشاهدين هذه الإشارة بحيث إن هم يعرفوا يتواصلوا مع أي حد أجنبي أو أي حد عربي بإن هم يقولوا لهم I love you، نوع من أنواع إن هم يعرضوا عليهم الحب والمشاعر اللي ما بينهم وما بين بعضهم. طيب استاذ محمد، انا اعرف دلوقتي انتوا بقيتوا فريق مش كده؟ الحمد لله انا كونت فريق من ازاي سنتين. ازاي تكون الفريق ده وطبيعه عملكم ازاي؟ في بدايه الامر انا جمعت اشخاص من ابناء الصم نفسهم، يعني ناس حاسين بنفس القضيه، ناس عندهم احتياج ان هم يتعلموا لغه الاشاره. لا ما عندهمش احتياج، هم ناس عشان يتعاملوا مع اهاليهم، ناس شبهي انا بالظبط وعندهم نفس المهارات اللي موجوده عندي بالظبط، بحيث ان هم ابوهم وامهم من الصم، فطالعين يعني هم طالعين للمجتمع وعارفين لغه اشاره اصلا جاهزين، تمام. فانا نقيت معظم الاشخاص اللي الفريق بتاعي من هؤلاء الاشخاص اللي هم ابناء الصم، بحيث ان هم عندهم طبعا اصحاب قضيه وفاهمين يعني ايه لغه اشاره وفاهمين يعني ايه صم. فبالتالي بدات من الفريق دوت، طلعت فريق تاني ملهوش علاقه بمجتمع الصم، يعني ملهوش اب وام صم،
وده فريق من المتطوعين، والحمد لله حاليا شغالين في كذا محافظة، والحمد لله تم تدشين جمعية جديدة في بني سويف بتخدم مجتمع السم داخل محافظة بني سويف، بالإضافة طبعا لجمعيات في القاهرة وكذا جمعية يعني داخل المحافظات. عظيم. آلية العمل اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا بنشوف الأولوية اللي فيها احتياج شديد جدا لمجتمع السم، ألا وهي جزئية التعليم وجزئية الترجمة في المستشفيات والأماكن الصحية. اوكي، طيب السوشيال ميديا بقى، يعني هل شايف ان هي وسيله للانتشار اكتر ليكوا؟ ازاي قدرت او بتقدر انك تتواصل مع اي حد عايز ان هو يتعامل معاكم من خلال السوشيال ميديا؟ انا حاليا بالفعل عملت صفحه على الفيسبوك وكده، بحيث ان هي توفر جميع الاحتياجات اللي الاشخاص السم بيطلبوها، وبستقبل الرسائل عليها للطلبات، الحاجات اللي هم محتاجين يعرفوا ترجمتها. يعني مثلا حد شاف فيديو معين على السوشيال ميديا، الفيديو ده مثلا واصل ترند ومش فاهمين ايه هو محتوى الفيديو نفسه، فبيبعت لي الرابط بتاع الفيديو وانا ابدا بعمليه الترجمه من خلال الفريق بتاعي داخل الصفحه، وبعدها بنبدا رفع الفيديو على الصفحه بحيث ان ربنا يكون في عونك، لان معظم الحاجات اللي بتبقى ترند يعني احنا نفسنا مش عارفين نترجمها، فكويس انك بالزبط. بتحاول يعني، مجهود طبعا كبير يعني. محمد رشاد، يعني احنا في الحقيقه بنحييك على مجهودك في انك بس قلت ده، مش بس انك بتساعد بيها والدك ووالدتك او بتتواصل بيها مع والدك ووالدتك، انت كبرت الدايره دي بانك تساعد الناس او ناس اكتر من المحتاجين ان هم يكون ليهم حد بيترجم ليهم. شكرا ليك محمد رشاد، خبير ومترجم لغه الاشاره العربيه. دلوقتي هنروح مكتبة اسكندرية اللي نظمت الاحتفالية السنوية العاشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج شباب الصفوة الأفارقة. البرنامج ده بيستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية. أفريقيا بتقع في قلب ودوائر الاهتمام الاستراتيجي المصري. من المؤكد أن وزارة الخارجية بتهتم جدا بالبعد التعليمي والثقافي. بناء كوادر أفريقية هو الحلم الأفريقي اللي احنا بنسعى إليه. أفريقيا غنية بشبابها، الشباب هم ثروة هذه القارة وهم مستقبل هذه القارة، وبالتالي بناء القدرات، التعليم، الثقافة، الخريجي الجامعات المصرية دائما ما يحملوا الولاء لهذه الدولة التي قامت بتعليمهم وتخرجهم من جامعاتها. احنا بنعتمد اعتماد كبير جدا على خريجي هذه الجامعات حتى نقوي علاقتنا مع الدول الأفريقية اللي هم جايين منها، ونضمن ان احنا عندنا دائما مراكز سلطة داخل هذه الدول. احنا بناخد حوالي 8 جامعات مصرية من مصر، اسكندرية والقاهرة وطنطا والسويس وعين شمس، ويعني في 8 جامعات مصرية، وبناخد الطلبة اللي بيدرسوا في هذه الجامعات، وبنحاول ان هم اولا نعمل لهم كارنيهات يبقوا اصدقاء المكتبة، وبعدين هم بقى بيجوا المكتبة يترددوا على المكتبة خلال الاربع سنين اللي هم بيدرسوا فيهم في الجامعة، بتعمل لهم ورش عمل، بتعمل لهم استضافة، بتعمل لهم محاضرات، بتعمل لهم نوع من العلاقه اللي فيها نوع من، مش عايزين نقول ان احنا يعني بنكونهم او ان احنا يعني مش عايزين نوصل بهذا الكلام بالمستوى ده، انما احنا بنعمل معاهم نوع من الشراكه كده. وده بيبقى معروف لدى السفارات اللي هي موجوده. احنا عندنا النهارده ناس ضيوف من السفارات اللي احنا عندنا 8 دول افريقيه، من السودان وجنوب السودان واوغندا والصومال، ويعني 8 دول افريقيه. هو تفعيل للاجنده 21، هو تفعيل للاس دي جيز او السستينبل ديفلوبمنت جولز او اليات التنميه المستدامه بتاعه العالم، او وفي نفس الوقت احنا بنعد جيل جديد عشان يشيل المسؤوليه من بعدنا. احنا بنينا جد على مستوى افريقيا بناء جيد وقوي،
والمفروض ان الاجيال القادمه تكمل هذا البناء اللي اتبنى. افريقيا النهارده بقت تتمتع بقوه كبيره جدا حتى في لجان المفاوضات في الاتفاقيات الثلاثه الكبرى للاجنده 21 التصحر تنوع البيولوجي تغير المناخ، وهذا ليس بمعزل عن احتضان مصر للكوب 27 القادم ان شاء الله في شرم الشيخ. كده احنا بناكد الرياده المصريه وفي نفس الوقت بناكد الرياده الافريقيه بدعم مصري، ثم بعد ذلك نؤكد ان احنا لسنا بمعزل عن العالم وانما نحن اقوى المجموعات على مستوى العالم كمان. يكون في احتفال بهذه الصورة، تقوم مكتب اسكندرية بالذات كمنارة عالمية ما يملك بها، فده شرف كبير لنا أفارقة. كونوا تقام حفلة تغريم الأفارقة في مكتبة عالمية زي مكتب اسكندرية، وده بيأكد دور مصر الريادي والثقافي كمنبع للثقافات، فهو له دور رائد في النشر والتطوير الثقافات في الدول الإفريقية. الاحتفال جميل جدا، والفضل بترجع للمكتبة ولعليم، وبشكر كمان دولة مصر على الفرصة العظيمة اللي هم سمحوا لنا ندرس هنا في جامعات مصرية، فشكر لكل المصريين ولرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده يوم جميل قوي، يوم جدا انا مش عارف ابر فرط بكلمات، يعني انا حسيت يعني بعد 5 سنين انا خلصت كليه صيدله وانا هقدم الناس بتاعتي في جنوب السودان، ففرح عظيم قوي في قلبي. واحنا مبسوطين جدا واحنا بنحتفل بنحصي التعب، تعب السنين والغربه والتحديات والمعاناه، يعني الواحد مبسوط النهارده انه قاعد يحصد بفرح. لا مصر حلو، مصر كويس، ومبسوطين جدا عشان الحكومه المصريه واخد باله مننا قوي جدا، مدينا فرص للتعليم، فرص لحاجات كتيرة، وهنا في أمان. نشكر ربنا على دي، مبسوطين جدا. مثل دايما كده بنقوله ان الذوق ما خرجش من مصر، وورا المثل ده قصة من آلاف القصص عن أخلاق المصريين وشهامتهم وإبداعهم كمان. احنا بنتكلم عن حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة، واللي في الحقيقة بنأكد بيها على أخلاق المصريين اللي احنا كلنا تربينا عليها من واحنا صغيرين، يعني احترام الكبير وحسن الجيرة والشهامة والأدب وكل الحاجات الجميلة دي. فكان لازم نرجع للأصل ولثقافتنا المصرية الأصيلة، واللي هيكلمنا عنها سامح الزهار الباحث في مجال الآثار الإسلامية، واللي صدرت لي مؤخرا خماسية القاهرة عن قصص المحروسة في 1000 عام. نورنا النهاردة في الاستوديو، أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذ سامح. صباح الخير. أهلا بيك. يعني في البداية حابين نعرف قصة الذوق اللي ما خرجش برا مصر، جاية منين بقى الموضوع ده؟ احكي لنا وراه كده إيه. هو الحقيقة القاهرة تراث كبير جدا، تراث عمراني ممتد وتراث شامل، يعني تراث مادي وتراث معنوي. تراث مادي من ما بقى من آثار مادية، الآثار اللي موجودة في المتاحف، العمارة القديمة، كلنا بننزل شارع المعز وبننزل الضرب الأحمر وبننزل منطقة القلعة وبنشوف هذا الزخم المعماري الضخم. إلى جانب هذا الزخم المعماري واللي هو ممكن يكون موجود في بلاد تانية، موجود مش بنفس الحجم ده لكنه موجود، عندنا في مصر بيميز ده وهي فكرة الحكايات، فكرة المعادل الموضوعي لهذه العمائر ولهذه الآثار، وهي التراث اللامادي، الأمثال الشعبية، العادات والتقاليد، الحكايات، كل ده اللي بيغذي أو بيدي الروح لهذه الأبنية. فبالتالي ما بتكونش أبنية مصمتة طول الوقت، لا، عندي كل حجر فيه وراه حكاية. عندنا أماكن أثرية كتير جدا الباب ليه حكاية وجاي من مكان يختلف عن المأذنة، لو مسجد مثلا بيختلف عن المنبر الداخلي، عن التنور أو وسائل الإضاءة اللي موجودة، فده طول الوقت حاصل. جزء أصيل من هذا الأمر
وهو فكرة الأمثال الشعبية وارتباطها بالقاهرة القديمة أو القاهرة التاريخية. من الروايات اللي موجودة عندنا رواية إن الذوق ما خرجش من مصر، وهي بترجع لشخصية كانت بتعيش في أغلب ظن المؤرخين أنه كان في نهايات العصر المملوكي قبيل دخول العثمانيين مصر. وحسن الذوق ده كان بيشتغل كبير المنطقة، كبير الحارة، الفتوة بتاعها، بس الفتوة بالمنطق الجيد ومنطق القرون الوسطى، بيدافع عن حقوق الناس وكده. بالظبط، كبير المكان اللي بيدافع عن حقوق الناس، اللي بيجيب حق الضعيف، اللي بيقف جنب الفقير طول الوقت، اللي بيساعد الناس. الشخصية الطبيعية اللي شفناها في أعمال فنية يمكن كتير جدا فترة بقى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، أو اللي ظهرت في أعمال أدبية كتير جدا زي شغل الأستاذ بالظبط نجيب محفوظ وغيره. بالظبط صحيح. فطبعا حسن الذوق بالقصة الواردة، وهي ترد ضمن إطار الحكي الشعبي أكتر شوية كمان من الوثائق التاريخية، إنه كان بيسيطر دايما على المشاجرات أو بيحاول إن هو يعني يفض أي نزاع من غير ما إنه يوصل لأقسام الشرطة أو يوصل للحلول الرسمية، لقبل الحلول الشعبية أكتر شوية. ولكن في مرة من المرات كانت المشكلة أو الخلاقة اللي حصلت في منطقة الجمالية تحديدا كبيرة جدا، فهو ما قدرش انه يسيطر عليها، الناس ما سمعوش كلامه، الصغير ما احترمش الكبير. فالموضوع ده اثر فيه اثر بالغ، اثر نفسي بالغ جدا، وقرر ان هو يرتحل خارج القاهره. شال بقى الامتعه بتاعته ادواته وركب الحصان بتاعه، وقرر ان هو يخرج برا القاهره ومش هيدخل القاهره مره تانية. خلينا نقول القاهره في الوقت ده مش القاهره اللي احنا عايشين فيها النهارده، لا، قاهره العصور الوسطى او قاهره الدوله المملوكيه هي يعني في أو أفضل شرح ليها منطقة شارع المعز والمنطقة المحيطة لحد ما بنوصل لمنطقة القلعة. فقرر أن هو يخرج من أقرب الأبواب اللي يخرج بها برا القاهرة، والقاهرة كتجمع سكني يشبه فكرة الكومباوند كده، يعني مكان فيه سور. عندنا أسوار القاهرة ما زالت لسه باقي منها أجزاء كتيرة جدا، أسوار الشمالية ليها أبواب، فيها مجتمع يسكنها، المجتمع اللي فيها مش اي حد يدخلها، مش اي حد يخرج منها، ليها ضوابط وليها حساب. فقرر ان هو يخرج من باب الفتوح، وهو على اعتاب باب الفتوح وكان في حاله حزن شديد جدا سقط مغشيا عليه. فالناس ظنت ان هو تعبان شويه او حاجه زي كده، فلقوا ان هو توفي في هذا المكان، فعملوا ضريح في هذا المكان ودفن في هذا المكان. فيعني حتى لما قرر ان هو يخرج بره مصر، وحتى يعني المفارقه ان اسمه الذوق كمان يعني من تسميته، فالذوق فعلا ما خرجش من مصر. بالظبط، فالذوق ما خرجش من مصر. نفهمها بقى ان هي الاخلاق الطيبه يبقى المعنى جميل، نفهمها ان هو الراجل الاصيل اللي بيساعد الناس طول الوقت برضه يفضل المعنى جميل. طيب عظيم جدا. من هيرودوت للجبرتي للمقريزي، كل دول مؤرخين اتكلموا عن طباع المصريين. ازاي كانت طباع المصريين زمان؟ والله طبائع المصريين ما اتغيرتش كتير طول الوقت، طبائع جيدة، وطول الوقت طبائع بتحاول ان هي تحافظ على السياق الاجتماعي او على النسيج الاجتماعي اللي موجود. فلو هناخد المنحنى التاريخي كده او التدرج التاريخي ونشوف شكل مصر، خلينا نقول مثلا من ايه، من مصر القديمة، نقرب شوية من الفتح العربي الاسلامي على سبيل المثال يعني، تمام. وازاي اهل مصر رحبوا بالفاتحين الجدد من المسلمين اللي ما دخلوش لا بالسيف ولا بالحرب ولا بفكرة الاعتداء على الغير، بالعكس ده هم ساعدوهم لتخلصهم من الاحتلال اللي كان موجود في مصر. ولما دخل العرب والمسلمين، لان احيانا يظن مثلا يقولوا ايه، طيب ما دام هو ده يعني برضه احتلال، هو ده كان احتلال وده كان احتلال. لا، ده ما كانش احتلال لاسباب يطول شرحها، لكن خلينا نقول ان اللغة والدين انتشروا في مصر، يعني اللغة العربية والدين الاسلامي انتشروا في مصر بعد كده في القرن الثاني وفي القرن الرابع. فما فيش احتلال بيؤثر في الناس بعد 200 سنة أو بعد 400 سنة، ولكن هي المسألة كلها مسألة قناعات. وفضل المصريين اللي على دينه فضل على دينه، واللي بيحتفظ بلغته فضل بيحتفظ بلغته. والدليل على كده أن الآثار القديمة كلها والكنائس القديمة والمعابد اليهودية المصرية ما زالت قائمة وما زالت موجودة. يبقى فكرة قبول الآخر دي من الفترات الأولى. في الفترة الطولونية مثلا عندنا حكاية مهمة، وهو أحمد بن طولون بيمثل هنا رأس الدولة الإسلامية، يعني هو موفد عن العباسيين لكنه في النهاية بيحكم من القاهرة، وهو الشخصية الأقوى والأقدر والأهم. ورأس الدولة الإسلامية
بمفاهيم ايضا هذه العصور المفروض ان هيكون اعتمادوا على مين؟ على المسلمين فقط. ده المفروض ان ده الطبيعي في هذا الزمن، تمام. ولكن بلاقي احمد بن طولون انه بيسند اهم الابنيه اللي موجوده عنده، من ضمنها المسجد العظيم بتاعه اللي ما زال قائم لحد النهارده لمهندس مسيحي مصري، مش هنقول بقى قبطي لان قبطي تعني مصري، تمام، لكنه مهندس مسيحي، وهو سعيد بن كاتب الفرغاني. وتقي الدين المقريزي كتب كتير عن القصه دي. في زمن المماليك نفس الحكايه برضو، هذا التناغم. عندنا مثلا واحد من اهم الابنيه وهو جامع ناصر محمد بن قلاوون، وده بقى يعني زي ما نقول ابن ناس، سلطان ابن سلاطين، تمام. اسرته هو واجداده حكموا مصر، وابنائه حكموا مصر اكتر من 100 سنه. هلاقي ان المسجد السلطاني دايما الخاص بالسلطان هو مش رمز الدين بس، هو رمز الدوله في المقام الاول، هو علامه الدوله، ان من هذا المكان يكون الحكم، تكون السلطه، تدار الدوله من المسجد بالظبط كده. والباب بتاعه هلاقي ان هو باب كنيسه جاي مستجلب من عكا على سبيل المثال. وعندنا بقى الاشرف خليل ابن قلاوون اخوه هو اللي جلبه من عكا. عشان كده احنا مثلا بنقول في الامثال الشعبيه، بمناسبه لما كنا بنتكلم في الامثال في البدايه، وبنقول ايه يعني، هو انت فتحت عكا؟ دايما عندنا المصطلح ده، ان يعني فتح عكا ده حاجه صعبه او حاجه مشرفه او حاجه ليها بعد مكاني وبعد زماني. فهذا الباب كان دليل على فتح عكا، وهو لحد النهارده موجود في على جامع السلطان ناصر محمد بن قلاوون شارع المعز. فدايما فكره قبول الاخر والتعامل مع الاخر بحسن الخلق وحسن الجيله وحسن العشيره، ده موجود عندنا طول الوقت وثابت لدينا من المصادر التاريخيه والوثائق الحيه. يعني بنتكلم على خمس عصور يمكن حكمت المحروسه، وكان اللي احنا لاحظناه في الوقت ده بياكد كلامك اكتر، انه هم يمكن الحكام دول او يعني هم اللي طبعوا بطباع المصريين، حابين دلائل اكتر على ده. والله مصر بلد غريبه جدا، يعني مصر بتستوعب اي ثقافه، وبعد يعني فترات بسيطه جدا بتقوم بتمصير هذه الثقافات، فتتحول اي ثقافه وافده على مصر الى ثقافه مصريه ليها شكلها وليها طابعها. على سبيل المثال مثلا عندنا الدوله الفاطميه، الدوله الفاطميه دوله قررت ان هي عايزه تعمل انتشار وتوسع، فاي حد عايز ينتشر ويتوسع لازم يكون من القاهره. طبعا الكلام ده كان قبل بناء مدينه القاهره، وتم ايفاد جوهر الصقلبي لبناء مدينه، هو بالمناسبه الصقلبي مش الصقلي. كنت لسه هعلق عشان احنا كلنا عارفين اسمه جوهر الصقلبي. لا، الادق الصقلبي لانه من الصقالبه. لبناء المدينه، وكانت هي المدينه العظيمه. بقدوم الخليفه المعز في يوم 5 رمضان وداخل من صحراء الجيزه، فقرر المصريين هنا، والمصريين برضو عشان برضو لازم نأكد على الكلام ده، تقاليد هذه العصور كانت عصور لا تعرف القوميات، يعني هي عصور تعرف الأديان لكنها ما تعرفش القوميات، فمحدش يقول لي أصل ده جاي من المغرب وده جاي من تونس وده جاي، كان الكلام ده مش موجود في وقتها، هي عصور لا تعرف القوميات. تمام. وبالتالي قرر المصريين أن عندنا ضيف جديد جاي عندنا الخليفة المعز، فخرجوا يقابلوه على صحراء الجيزة وشالوا معاهم المشاعل اللي هي جت بعد كده منها في رمضان، فكرة الخروج في رمضان بالفانوس أو بوسائل الإضاءة. دخل الخليفة وقرر أن هو يعيش في القاهرة، وبناء عليه عايز يتقرب من أهل مصر. فهيتقرب من أهل مصر إزاي وأهل القاهرة إزاي؟ مش هينفع بالسياسات الجافة، أو مش هينفع بالسيف أن هم يخافوا، مش هينفع الكلام ده. فقرر أن هو يتقرب منهم بالعادات والتقاليد اللطيفة جدا، اللي هي اللي احنا بنشوف بقى في كل المناسبات الدينية أن هي تتحول إلى مناسبات اجتماعية، من خلال بقى توزيع الحلوى على الناس، من خلال الفكرة دي. وإحنا قريب يعني عندنا المولد النبوي الشريف، وبنشوف أن ظهور الحلوى فيه بأشكال مختلفة، أنه يعني شكل احتفالي اجتماعي أصبح لا يقتصر على دين، ولكنه أصبح أيضا احتفال قومي. طيب، الرحمة والعطف على عابر السبيل، إزاي أنت تناولت هذا الأمر في المحروسة، وإزاي كان بيتعامل المصريين زمان مع عابر السبيل، حتى الحيوانات، في حاجة اسمها التكية وفي حاجة اسمها السبيل، وكلمنا برضو عن الأسبلة. في كتاب من ضمن الخماسية بتكلم فيه عن الأسبلة تحديدا. والأسبلة أنا بشوفه نمط اجتماعي لطيف جدا. طبعا أولا عمارة وظيفية، يعني عمارة بتؤدي وظيفة. المعادل الموضوعي ليها النهاردة كولدير المياه اللي في الشارع، التلاجات اللي في الشوارع، ده المعادل الموضوعي بتاعها. ولكن السبيل كان بيؤدي أدوار أكتر بكتير من سقيا الماء. خلينا نقول إن إحنا ما كانش البيوت فيها حنفيات، وما كانتش مية الشرب موجودة في البيوت، ولكن الناس كانت بتشتري المياه من السقايين،
لكن السبيل بيقدم المياه بشكل مجاني، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه في اماكن لاقامه الغرباء، حد غريب محتاج يقعد، محتاج اوضه يبات فيها يقعد فيها في مكان. الحاجه الثالثه اماكن مجانيه، اماكن مجانيه. الحاجه الثالثه يلحق باغلب الاسبله 90% من الاسبله اللي موجوده في مصر فيها الموضوع ده، يلحق بيها كتاتيب. الكتاتيب دي عشان تقدم ايه؟ علشان تعمل هي مدارس صغيره تعلم علوم القران الكريم والحديث الشريف، والى جانب ده علوم النحو واللغه العربيه والحساب والعلوم بصفه عامه بشكل ميسر ومبسط. بس لان كان التعليم في مصر في هذا التوقيت بندفع عليه اجر بسيط طبعا للمعلمين، لا كانت الاسئله بتقدمه بشكل مجاني للاطفال الايتام تحديدا كنوع من انواع التكافل الاجتماعي. فيظهر بعد كده المصريين يقولوا لا مش كفايه كده، عايزين نطور فكره السبيل اكتر، ويبقى مش للانسان بس، ده احنا عايزينه للطير وللحيوان كمان. فمع استخدام الميه، لما باخد كوبايه ميه من السبيل بيهدر اجزاء كتيره من الميه، زي انا دلوقتي كده بفتح الحنفيه عشان استعملها وبقفل، ففي جزء كبير من الميه بيهدر. ربما ما يصحش ان الانسان يستخدمه تاني، لكن بالنسبه استخدامه للحيوان او للطائر مفيش فيه مشكله. فعملوا احواض لسقيا الدواب، وبدل ما الميه اللي هي المفروض ميه نظيفه تتصرف في وسائل الصرف الصحي في وقتها بتركيبتها يعني المعماريه في وقتها، لا هيكون في الاحواض دي في محيط الاسبله بالظبط، فيشرب منها الطير، فيشرب منها الدواب باشكال مختلفه. فالحيوانات الخاصه بالناس، لان طبعا كان الناس بتركب دواب في وقتها، الخيول والبغال وغيره يعني، واي بقى اي كائن حي يقدر ان هو يتعامل معها. فبنشوف ان هي شكل من اشكال العماره، بتصنف حتى عند علماء الاثار والمؤرخين بشكل من اشكال العماره الخيريه، اللي هي العماره اللي بتؤدي وظيفه خيريه ودون مقابل مادي. يعني احنا انبسطنا جدا جدا بيك وفي وجودك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. في الحقيقه احنا محتاجين معاك حلقات كتيره جدا، محتاجين نتكلم اكتر عن قصص كتير قوي، يعني محتاجين نتكلم اكتر عن كمان الاختلافات اللي يمكن انت شايفها النهارده في ما بين المصري القديم والمصري اللي موجود النهارده، لكن اكيد هيبقى معانا حلقات ثانيه نتكلم فيها. كل الشكر ليك استاذ سامح الزهار الباحث في مجال الاثار الاسلاميه على وجودك معانا وعلى القصص الجميله وعلى الكتب بتاعتك، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا ليك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع العالمي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دمج الموضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لدارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر لأوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ثمن جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية والاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعدادات العام الدراسي الجديد. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين على الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة. كما شهد اللقاء نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلا عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي.
هذا وشهد اللقاء نقاشا حول المستجدات الخاصة بعمليات السلام، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عمليات السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل بنيويورك، حيث رحب بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي، وأكد على أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات الإرهابية أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر. وشدد شكري على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا. أعلن وزير المالية الروسي أن مشروع الميزانية الجديدة يهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال من منتجي النفط والغاز، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة عجز ميزانيتها. وقالت الحكومة الروسية أنها وافقت على مشروع قانون خاص بميزانية عام 2023، وكذلك الفترة بين عامين 2024 حتى 2025 دون ذكر أي تفاصيل. هذا وسيعرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته قبل أن يوقع عليه الرئيس ليصبح نافذاً. لقي 7 أشخاص مصرعهم في سلفادور في انهيارات أرضية نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت الحماية المدنية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار أرضي في قرية صغيرة تبعد نحو 16 كيلومتر جنوب غرب العاصمة سان سلفادور، مضيفة أن 2 آخرين لقيا مصرعهما في انهيار أرضي مماثل في قرية أخرى تقع على بعد 21 كيلومتر جنوب العاصمة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. امبارح لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت سعر الفايدة زيادة نسبة الاحتياطي النقدي اللي بتلتزم به البنوك، وهنفهم ده كويس دلوقتي، بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. القرارات دي هتساعد ازاي في دعم وتنشيط الاقتصاد وكمان في مواجهة التضخم؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك. تثبيت سعر الفايدة وزيادة نسبة الاحتياطي في البنك المركزي، هل دول عكس بعض أو نفهمهم إزاي؟ طيب خلينا الأول نعرف إن البنوك المركزية أو البنك المركزي في العالم أو السياسة النقدية يعني اللي هو في العالم بتعتمد على 3 أدوات رئيسية. الطريقة الأولانية اللي هي سعر الفايدة والأكثر شهرة واللي كل الناس تتكلم عنها وعارفاها، يعني أي حد دلوقتي عارف طبعا سعر الفايدة ويعني إيه سعر الفايدة. في طريقتين تاني بيتم استخدامهم بشكل أقل، لأن ده السياسات اللي تم تطبيقها في الغرب، إن هم اعتمدوا على السياسة الأولانية بشكل أكبر والطريقتين التانيين أجلوهم أو اعتمد عليهم بشكل أقل. الطريقة التانية هي الاحتياطيات الإلزامية اللي بتحطها البنوك في البنك المركزي، وده عبارة عن جزء من ودائع البنك بتتحط في البنك المركزي بشكل قانوني إلزامي وما بياخدش عليه البنك فوائد. فدي الطريقة التانية. الطريقة التالتة بيسموها عمليات السوق المفتوح، ودي كل البنوك بتحط نفس النسبة الأول. طبعاً. كل البنوك بتحط نسبة من ودائعها، فالنسبة ال 14 بقت 18 مفهوم. فكده البنوك كانت حاطة 14% من ودائعها بقت تحط 18 من ودائعها، ففي 4% زادت. هشرح لك ده بعد كده أثره إيه على الودائع الموجودة في البنوك، بس بعد ما نتكلم عن الطريقة الثالثة اللي هي عمليات السوق المفتوح، واللي هي البنك المركزي بيدخل يبيع سندات هو كان شاريها قبل كده أو يصدر سندات عشان يجمع سيولة من السوق. فدول الثلاث طرق اللي البنك المركزي بيتحكم بيهم في السيولة في الاقتصاد بشكل عام.
اللي عمله البنك المركزي المصري بان هو ثبت سعر الفايده او سعر الايداع والاقراض لليله واحده ما بين البنوك ما بينه وبين البنوك. طبعا البنك المركزي بيسلف البنوك، فهو لما ثبت فهو ثبت سعر الايداع او الاقراض على ودائع البنوك مش على ودائع الافراد، ورفع الاحتياطي الالزامي من 14 ل 18. طيب اجمالي الودائع اللي موجوده في البنوك المصريه كام؟ 3.5 تريليون جنيه. لما بتكلم عن الودائع المصريه بتكلم عن الودائع ولا تدخل فيها الشهادات اللي المحتفظين بيها المصريين في البنوك المصريه، بتكلم عن ودائع فقط. طيب ال 3.5 تريليون دول ال 4% الفرق دول معناهم ان البنك المركزي هيسحب تقريبا من 100 ل 150 مليار جنيه من البنوك المصريه يحطها في البنك المركزي بدون فايده. طب ده اثره ايه على الاقتصاد بشكل عام؟ كل بنك، البنك ده عباره عن شركه، فبتجمع فلوس من الناس بكذا طريقه، بتعمل منتجات، في مثلا تسمع عن حساب التوفير اللي بتروح تحط فيه فلوسك بدون ما تاخد فوائد، في مثلا تسمع عن حساب الحساب الجاري، الجاري هو اللي بدون فوائد، في مثلا حساب التوفير اللي بتروح تحط فلوسك تاخد فايده اقل او 7-8% تقريبا، في بقى منتجات تانية زي الشهادات، في ودائع بفترات زمنيه. فالبنك عنده ثلاث مصادر لجمع اموال او لتوفير الاموال دي. المصدر الاولاني انه يحصل عليها من افراد في حسابات الجاريه او التوفير او الشهادات او ربط الودائع، الشركات في الحسابات الجاريه، شركات ملهاش حساب توفير. والطريقه الثالثه انه يستلف الفلوس دي من البنك المركزي. فاصبح حاليا على كل بنك ان هو يقدر يسعر تكلفه امواله، تكلفه الحصول على الاموال دي. فالبنك اللي عنده فلوس كتير جايه بسعر رخيص، يعني عنده حسابات توفير كتير وعنده حسابات جاريه كتير، هيقدر ان هو يكون عنده تكلفه امواله دي قليله ويقدر ان هو يشتغل ويسلف او يحقق هامش ربح بشكل كويس. طيب في بنوك عندها تكلفه الاموال بتاعتها عاليه، يعني الفلوس اللي موجوده في البنك معظمها مش جاري، مش حسابات جاريه ومش حسابات توفير. دي بنوك اسعار الفايده اصلا سعر تكلفه حصوله على الاموال دي عاليه، وبناء عليه لما يجي يشتغل في سوق الاقراض هيضطر يسلف بسعر اعلى علشان يكسب، او يسلف بسعر اقل فيقلل من هامش الربح بتاعه. فهو اللي البنك المركزي عمله انه المره دي ثبت سعر الفايده علشان ما ياثرش على الدين بتاع الموازنة العامة للدولة، ما ياثرش على الفلوس اللي بيديها البنوك، وساب الموضوع في ايد البنوك، كل بنك على حسب شطارته في تكلفه الحصول على امواله دي، في ان هو يقدر يحط السعر المناسب اللي يخليه يقدر يكسب او يقلل هامش المكسب بتاعه، وترك المنافسه ايه الساحه ما بين البنوك للمنافسه. يعني سعر الفايده هيختلف سعر الفايده بين البنوك بالنسبه للافراد هيختلف، وبالنسبه للشركات بالنسبه للشركات كمان هيختلف طبعا، هيختلف اختلافات مارجنال، يعني اختلافات بسيطه مش اختلافات كليه، لان برضو تكلفه الحصول على الاموال في البنوك مش متفاوته كبيره. يعني دي بقى البنوك على حسب كل بنك طبعا، طبعا تكلفه الاموال في البنوك دي معلومه سريه، يعني معلومه مش ببلشت، مش في العلن. فكل بنك هيعيد حساباته، يعني انا عارف ان اكيد في كل بنك كده في اداره او في قطاع اسمه لجنه اداره الاصول والخصوم، اللي هو بيشوف انا الفلوس اللي جايه لي دي محطوطه عندي دي بكام، وانا عندي تكلفه اموالي كام، وبيحسب الفرق. فكل بنك هيعمل اجتماع يوم الاحد اللي جاي علشان يشوف تكلفه، بعد ما يطلع 18% الاول بتاع البنك المركزي كده كده دي خلاص دي اعتبرها طلعت يعني. طلعت بالظبط كده، هو هيشيلها من حساباته. هيعمل اجتماع يوم الاحد اللي جاي علشان يشوف فيه الاثر القرار ده ال 4% الفرق دول هياثروا ازاي على اسعار منتجات كل بنك. بالظبط. انا بقى يعني عايزه اسالك، غير اسعار منتجات كل بنك، عايزه اسالك على الحاجه اللي يمكن كل مواطن دلوقتي بيتفرج علينا مهتم بيها. طيب زودنا الفايده، نقصنا الفايده، الهدف منها بقى ان انا احافظ على الاسعار حتى على المدى المتوسط. يعني احنا شفنا بعض الدول بتاخد قرارات يمكن قويه شويه عشان تقلل نسبه التضخم فيها، يمكن امريكا لن يعني تتنازل عن ان هي تنزل التضخم عن 2%، يعني زودوا تاني سعر الفايده. المواطن المصري بيسال امتى او ازاي اقدر احقق هدف ان انا احافظ على الاسعار في المدى المتوسط واقلل كمان يعني نسبه او مواجهه التضخم. ما هو الاجراء اللي اتخذه البنك المركزي بان هو رفع الاحتياطي الالزامي، هو سحب سيوله من السوق. السيوله دي اسمها السيوله اللي موجوده في البنوك دي بتاعه الافراد. هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان في 4% زياده البنوك واخداها من الافراد بتدفع عليها فايده للافراد، هتروح تديها للبنك المركزي بدون فوائد.
فهو سحب ال 100 150 مليون دولار دول من السوق. سحب السيوله من السوق معناه ان هو بيحاول يقلل القوى الشرائيه، بيحاول يقلل النقد اللي موجود في السوق علشان يسيطر على ارتفاع الاسعار. احنا قبل كده كنا بنرفع سعر الفايده، فلما بنرفع سعر الفايده ده معناه ايه؟ ان انا بغلي سعر اللي البنوك بتحصل بيه على قرض من البنك المركزي، وفي نفس الوقت البنك بيقدر يوفر منتج بسعر فايده عالي للناس، فالناس تتشجع وتروح تحط فلوسها في البنك، وهو ياخد الفلوس دي يسلفها للدوله او يوظفها او يشتغل باي طريقه. الوقت الحالي هو بدل ما كان البنوك بتستلف او بتاخد الفلوس من المواطنين وتروح تشتري بيها سندات في الدوله، اصبح ان لا، ده الفايده اللي عندي، ده الفايده المتاحه في السوق، انت هتاخد الفلوس دي من الناس وتحاول تعمل بيها مشروعات، فهتضخها في جانب الشركات استثمارات. جانب الكوربريتس، جانب الاستثمارات اكتر من ان انت كنت بتروح تسلفها للدوله او بتروح تشتري بيها سندات. فهو هنا الاثر النهائي على الاسعار، التاثير الادتين الماليه، الادتين اللي هو استخدمهم الاثر تقريبا واحد، بس هو الاثر على الاسعار واحد، لكن اليه التنفيذ نفسها مين يتحمل الجزء الاكبر من التكلفه، اذا كان البنك ولا الموازنه العامه للدوله ولا المواطن، دي اللي بتختلف. فاخر اليه تم تنفيذها اللي هو الاحتياط الالزامي، هو بيكلف البنوك بشكل اكبر ان هي تتحمل جزء اكبر من مسؤوليتها في ان هي تمارس اعمالها بشكل اكثر كفاءه علشان تعرف تكسب. ما يبقاش الموضوع استسهال ان انا باخد فلوس من الناس وبشتري على طول سندات او بسلف الدوله يعني. طيب دكتور احمد، بعض الخبراء كان بيتوقع انه الفيدرالي الامريكي هيرفع، فاحنا البنك المركزي هو كمان هيرفع، لكن ده ما حصلش مره واثنين وثلاث مرات. الفيدرالي الامريكي رفع 5 مرات تقريبا، مره 50 ومره 75 نقطه اساس، ومع ذلك احنا مثبتين بقالنا فتره. ايه رايك في طريقه تعامل البنك المركزي مع هذا الموقف؟ يعني الطريقه اللي البنك المركزي اتعامل بيها مع الموقف ده ما حصلتش من 8 او 9 سنين، دي اداه جديده. كويس قوي ان احنا ابتدى يبقى عندنا تنوع في الحلول المتاحه علشان نقدر ان احنا نواجه موضوع ارتفاع الاسعار. احنا زمان كنا بنستخدم اداه وحيده اللي هي سعر الفائده، وكل ما المركزي الامريكي يرفع سعر الفائده احنا كمان نروح نرفع سعر الفائده. لكن السياسة بتاعت سعر الفايدة دي كان ليها هدف، وهي الحفاظ على استثمارات الأموال الساخنة. فلما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية وابتدت تخرج الاستثمارات الأموال الساخنة، الأموال الساخنة دي اللي هي إيه؟ اللي هي الفلوس اللي بتدخل السريع على فترات صغيرة تشتري في أدوات الدين المصرية، فكانت بتوفر سيولة للدولة تقريبا 20 مليار دولار. الفلوس دي لما خرجت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فأصبح إن أنا لو أنا رحت أرفع سعر الفايدة علشان اقدر اجذب الفلوس دي في ظل تنافس عالمي موجود في اسعار فايده مرتفعه جدا، فانا هدخل في سباق انا خسران فيه. هدخل في سباق ان انا هرفع سعر الفايده للمستويات بتاعه 14 و15 و16، وهخفض كمان من سعر العمله بتاعتي علشان اقدر اقنع الاموال الساخنه ان هي تيجي تحط فلوسها عندي عشان تكسب. فهدخل في 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 في, في سباق مع دول تانية، طبعا الدول كلها بتتنافس في رفع اسعار الفايده. صحيح. فابتدى التوجيه في الفكر يتغير، ان انا اشوف بدائل. بالظبط كده. ان انا اشوف بدائل بدل ما انا كل مره بروح ارفع سعر الفايده علشان خاطر، وخصوصا ان خلاص الاموال الساخنه تقريبا خرجت من السوق المصريه، فانا ما عنديش هدف يخليني ان انا ارفع سعر الفايده عشان احافظ على حاجه موجوده، هم ما بقوش موجودين اصلا. فاصبح التوجه بشكل اساسي ان انا لا، انا بشتغل على الاقتصاد الحقيقي، بشتغل بدور على بدائل، بدور على حاجات ما تكلفش الموازنه العامه للدوله، لان برضو الموازنه العامه للدوله في النهايه لما بيبقى في رفع لسعر الفايده، ففي جزء من مصروفات الموازنه العامه للدوله بيروح في الدين بدل ما كان بيروح في التعليم. مزبوط. او في الدعم او في الصحه. فبيخرج منه جزء على طول كده يتسرب ويروح لفايده الدين. فالقرار ده بالطريقه دي، انا بس عايز اشير الى ان الاحتياط الالزامي ده مثلا موجود في البنوك الاوروبيه عند مستوى 2-3%، اللي هو احتياطي الالزامي اللي البنوك المركزيه الاوروبيه بتحطه في البنك المركزي الاوروبي، هو في مستوى 2-3%. فالاليه دي علشان بره هم اصلا منزلينها، لان هم طبعا كانوا بيستخدموا سياسات حاجه اسمها التيسير الكمي، هم منزلين الاحتياطي الالزامي لاقل قدر ممكن، وكمان بيتباعوا فلوس بشكل كبير جدا علشان يدوها للناس في اي شكل بقى، في شكل قروض، في شكل ان هم يبيعوا سندات علشان خاطر يشتروا سندات، يعني عشان خاطر يحطوا فلوس في السوق. ففي النهاية الفلوس كانت بتتضخ في السوق بشكل كبير جدا. النهاردة البنك المركزي الأمريكي طبعا بيستخدم الآليتين، هو بيستخدم رفع سعر الفائدة وبيستخدم عمليات السوق المفتوح. هو ما بيستخدمش الاحتياطي الإلزامي، بس بيستخدم آليتين من اللي احنا اتكلمنا عليهم. الآلية الأولانية إن هو
بيصدر سندات علشان خاطر يجمع سيوله من السوق، والاليه الثانيه انه بيرفع سعر الفايده علشان يجمع سيوله من السوق. رفع امريكا سعر الفايده ده بيحصل تغير في جميع الاسواق في العالم. في دول كتير جدا في العالم رابطه اسعار عملاتها بسعر الدولار الامريكي، منهم معظمهم طبعا دول الخليج اللي رابطه سعر العملات المحليه بتاعتها بسعر الدولار. فتلاقي الولايات المتحده الامريكيه اول ما بترفع سعر الفايده بنسبه معينه 75 نقطه مثلا او 1%، بتلاقي على طول البنوك المركزيه الخليجيه على طول بترفع بنفس النسبه تقريبا او اعلى شويه. فهو ده اللي بيخلي ان 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 امريكا لما بترفع سعر الفايده دول تاني بتروح ترفع سعر الفايده علشان تفضل محافظه على تسعير عملتها بنفس سعر الولايات المتحده الامريكيه، مع بافتراض طبعا ان مخاطر الاستثمار في الدولتين واحده يعني. طب مع ان في طبعا يعني حاله من يعني التخبط الاقتصادي اللي العالم كله يمكن بيشهدها، الا ان احنا شهدنا في التسع شهور اللي فاتوا في مصر نمو في معدل النشاط الاقتصادي، شايف ده ازاي؟ طيب لو هنتكلم عن البيانات اللي اصدرها مجلس الوزراء في النشره اللي طلعها بخصوص العام المالي 2021-2022، وان الدولة المصرية قدرت تحقق معدل نمو اقتصادي بحوالي 6%، فاحنا الحقيقة يعني عايزين نشير لان النصين الاولانيين من سنة 2021-2022 دي 4/4، يعني بنتعامل في السنة بتاعتنا 4/4. الربعين الاولانيين في السنة كان مفيش حرب، كان في ارتفاع في اسعار السلع، لكن كان في عودة كبيرة جدا للسياحة المصرية، كان في تحسن كبير جدا في عمليات التجارة، لأن طبعا كانت البلدان ابتدت تفتح بعد الإغلاقات اللي عملتها الكورونا، وكان في تعطش شديد لاستمرار بقى واستئناف عمليات التجارة عالميا. فالاقتصاد في الربعين الأولانيين من السنة قدر يحقق معدلات نمو بأكثر من 8% تقريبا. الربعين التانيين الاقتصاد طبعا نما، ولكن مش بنفس مستوى الربعين الأولانيين. فقفلت السنة المالية بشكل إجمالي كده على معدل نمو 6%، لكن البيانات الاقتصادية الأهم اللي بتخليني أقول إن كان في شغل كتير حصل في الاقتصاد المصري في الفترة اللي فاتت، هي إن معدلات البطالة فضلت عند المستويات بتاعتها اللي هي عند 7.2% أو 7.4% في ظل وجود أزمة زي دي. ما حصلش تسريح للعمال، المشروعات القومية مكملة زي ما هي، توظيف العمال مستمر بشكل مستمر. لما بقول ان معدلات البطالة ما ارتفعتش، ده معناه ان الدخول المصريين اللي بيحصلوا عليها ما قلتش، مازالت ثابتة، مازالوا شغالين في وظائفهم، لسه شغالين في وظائفهم ولسه بيقبض. طيب الحاجة التانية، معدلات التضخم كنا مسيطرين عليها بشكل كبير لحد اخر الشهر الاخير ده، يعني نتكلم من قبل شهر اغسطس كانت النسبة حوالي 13 أو 14%، بعد شهر اغسطس احنا بنتكلم في حوالي 16%. ولكن لما عايز اقيسها، يعني لما اجي ابص على مثلا معدل التضخم في الولايات المتحده الامريكيه، فهو 8.3%، كان كام قبل كده؟ كان 1.2%، فهو ارتفع من 2 ل 8، فبنتكلم في 4 اضعاف. لكن احنا اصلا معدل التضخم عندنا كان كام؟ كان 7%، فهو زاد ل 16، فهو ارتفع بمره، مره وربع. فهنا لما 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 اقيس، يعني لما باجي ابص على معدل التضخم، يعني او اي حد بيبص عليه ما يقولش لا ده ايه ده، ده اوروبا 9 واحنا 16، ازاي انتوا بتقولوا احنا احسن منهم؟ لا انا كنت كام وبقيت كام؟ ما هو اوروبا كانت 1 وكانت نص، بقت 8، صح، فزادت 8-9 اضعاف، لكن احنا كنا 7 وبقينا 16. فده معناه ان الحكومه المصريه شالت جزء اكبر او الجزء الاكبر من الارتفاع في اسعار حاجتين بالاساس، اسعار الطاقه واسعار الغذاء، شالتهم عن ان المواطن يتحملهم بشكل كبير، خدت منهم جزء. ما اقدرش اقول ان الاسعار ما زادتش، الاسعار زادت، ولكن زادت بنسب اقل من الزيادات اللي حصلت في اوروبا وامريكا، وعلشان كده ده بينعكس في معدلات التضخم اللي عندنا تعتبر اقل بالمقارنه بيهم. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. دكتور احمد بيومي الباحث بوحده الاقتصاد والطاقه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل اخر فقره في صباح الخير يا مصر، خليكم معانا. ب
برحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة في فقرتنا الأسبوعية عن تربية أولادنا هنناقش موضوع يمكن ليه أهمية كبيرة جدا، ليه علاقة باحترام المرأة، إزاي نربي أولادنا على احترام زميلته في المدرسة، زميلته في الجامعة، في الشغل، هل في أسس تربوية واجتماعية لازم الأم والأب يمشوا عليها، ليه مطلوب من الأم والأب، أو إيه الحقيقة مطلوب من الأم والأب، إيه اللي ممكن كل أفراد الأسرة يتعلموه مع بعض عشان خاطر نطلع بأسرة سوية في الآخر نحترم فيها كل الأفراد، يعني بنحترم فيها الأب والأم والأولاد. وطبعا هنركز شوية أكتر النهاردة على المرأة، هتكلمنا أكتر عن الموضوع ده. نورانا في الاستوديو دكتورة شيرين عامر الاستشاري الأسري. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ربي. يعني يا دكتور احنا كنا يمكن متعودين زمان بنشوف في الأفلام الولد بيفتح أو الراجل بيفتح للست العربية، بيفتح لها الباب، بنسميها جنتلة. عايزين الحاجات الجميلة دي نشوفها تاني في المجتمع. إزاي نقدر نربي الأولاد من الصغر إن هم يحترموا ويقدروا المرأة؟ الموضوع اللي حياتك بتتكلمي فيه ده موضوع مهم جدا، وفي الفترة دي لأن في متغيرات كتيرة قوي بنشوفها على المراحل العمرية المختلفة للولاد. كان زمان بنشوف مثلا انفعالات معينة أو شكاوى في سن أكبر من 18 سنة، لا دلوقتي بنبدأ نشوف من 7 و8 سنين الأهل بيشتكوا فيها. لما هنيجي نقول على احترام المرأة مش هينفع نتكلم احترام المرأة من غير احترام الرجل، وده بيبقى مفهوم نوعا ما مختلط عند البعض. ليه؟ لأنه أحيانا الناس كتير بتفهم أنه هي المرأة اللي عامل لها احترامها وحقوقها وكل ما هو متعلق بيها. لا، هي الأسرة عبارة عن كيان مقسوم على اتنين، يعني في أب وفي أم. الأبناء بنت وولد دول هيتربوا على إيد أب وأم، وبالتالي الاحترام هيبدأ من الأول في تربية اللي هي الأم والأب بتوع بكرة اللي هم دلوقتي هم الأبناء. طيب إحنا لما نيجي نتكلم من الأساس، هل الأم والأب مؤهلين إن هم يعرفوا يربوا الولاد أصلا، أو مؤهلين للمرحلة بتاعة التربية الرحلة؟ يعني أنا دايما بيقعدوا يشكوا كتير ويقولك التربية الإيجابية لا دي مش جايبة نتيجة، ده أيام جدي وجدتي والاعتراضات. مين قال إن الرحلة بتاعة التربية سهلة؟ هي اسمها رحلة، جيرني، تبدأ من إن الأم والأب بتوع النهاردة هم ولد وبنت مبارح. طيب إحنا في البيت بنتربى على إيه وإزاي؟ الولاد بيبقوا المرحلة العمرية من أول ما بيبدأوا مرحلة الوعي لغاية الست سنين بيبقوا عاملين زي السبونج، زي السفنجة، بيأوبزيرف أو بيستقبل وبيراقب كويس قوي التصرفات بتاعة الأب والأم مع بعض، تصرفات الأم لوحدها، تصرفات الأب لوحده، ويجمعوا كده تركيبة معينة جوه دماغه من غير ما يحسسوا حد، ويبدأوا من سن 7 سنين يعملوا البراكتس أو إيه يتمرنوها عليكم، يبدأوا يطلعوا لحضرتك مثلا شوية تصرفات اللي هي أحيانا بتيجي تقولي إيه دي بتعمل زي ما أنا كنت بعمل. هي فعلا بتقلدك، هي بتقلدك وبتبدأ تديكي رد الفعل سواء في السعادة، في الحزن، في الغضب، في الاختلاف، في التعامل مع الأب لو هي هتتعامل مع أخوها. هي بتقعد تعمل ده وتجرب وهتشوف رد فعل حضرتك عامل إزاي. لو رد حضرتك كأم طلع مثلا عنيف، حضرتك هتبدأ تسكت تسكت وهتيجي على مرحلة المراهقة، وتبدأ بقى الموضوع يعني يصدر بأسلوب أعنف شوية. صحيح. أنا عندي بس تعليق على كلمة رحلة التربية، مش معنى ان ولادنا مثلا دلوقتي ما بيسمعوش كلامنا، او عندنا حد عنده طفل عنيد شويه او ما بيسمعش الكلام او بيرد ردود مش كويسه، مش معنى كده ان هو ما ترباش، لانه في النهايه زي ما الدكتوره كانت بتتكلم دي رحله تربيه على المدى الطويل. بعد ما يكبر ويصل لمرحله النضج هيبتدي يفتكر كل الكلام الحلو والصح اللي انا كنت بقوله له. كلام حضرتك مظبوط جدا، ودي المشكله اللي هتلاقوا على مواقع التواصل الاجتماعي بيشتكوا التربيه الايجابيه ومفيش فايده وانا ما بقاليش ليا اعصاب. وعلى دخله المدارس تبداوا بقى تحسوا ان الحرب بتطلع وتترفع الرايه السوداء علشان المدارس وكده. هي رحله. انت زرعت ايه من الاول؟ انا كأم ومعايا الاب في البيت، حتى لو كان الام والاب مش موجودين في طلاق، او حتى لو كان في احد الطرفين متوفي مثلا لا قدر الله، خلاص هو اتفرج على ايه في اسلوب تعاملك؟ هي رحله بدات من بدري. لما يبقى خلينا نمسك النموذج اللي هو الاب وام موجودين والابناء موجودين، لما يكون الاب مثلا جاي راجع متضايق يعني تعبان من الشغل، هو لازم هيشوف بابي جه، ماما راحت عملت ايه، راحت مزعقه، راحت قعدت تبدا في طلبات،
قلبت وشها زعلانه منه، مقموصه مثلا، فراحت عامله فيشال اكسبريشن اللي هو شرف مثلا، حاجه زي كده. دي ما بينساهاش الطفل، دي بيشوفها بالظبط. انت الطفل بيلقط كل حاجه وهيبدا يترجم. اوعى تفتكر بانه لا التلميحه ولا التنهيده ولا الكلام المرسل او الكلام الحاد او الاسلوب في الكلام او الاسلوب بالجسم في الحركه، ده كل ما بيفهموش الطفل. لا، بيفهموا بيترجموا مامي زعلانه او بابا زعلان او ماما بابا متخانقين. طب لقطوا الكلام ده، احنا وريناهم ايه في اسلوب الاختلاف؟ ما تجيليش بقى وهو على سن المراهقه وتقول ابني ما ترباش. صح. انت من وهو صغير مالكش دعوه، خش في اوضتك مالكش دعوه بالكلام ده. انا لقيت ابني بيمسك اخته مثلا بيتكلموا مع بعض في اي نقاش ما بينهم، ابتدى شفته مره مثلا يعني ابتدى ايه يوبخها شويه، خليني اقول يبقى في حده مثلا عليها يعلي صوته عليها او عنف. مره ثانيه انت عارفه الولاد وهم صغيرين شويه بيبقوا يعني، انا كان ليا اخ ولد لعبتنا المفضله كانت المصارعه. ستاندرد على فكره. نعم. ده اساسي. ايوه. ده ستاندرد في كل البيوت. شفت حاجه زي كده، ولد بيضرب بنت، انا ابتدي يعني اتكلم معاه ازاي، اقول له ايه؟ بصي حضرتك، طريقه النقاش في احترام المراه تبقى عامله ازاي، دي شويه يعني بتندرج او بنحطها تحت تصنيف التربيه الجنسيه. بتبدا من اول ما الطفل بيبدا ليه الوعي من هو صغير، ده في ولد وفي بنت، وما ينفعش اضرب البنت اصلا من البدايه، انا ما بستعملش ايدي وانا بهرج مع حد او انا يعني بتفاهم مع حد، او لو انا اختلفت وحاسس ان انا غضبان ما تبداش تمد ايدك. الكلام ده بيبدا من بدري قوي، من اول سنوات وهو في البيت، انه يبدا يتصرف بتصرفات عنف. رد الفعل ما بين الاب والام معاه، هل كان بالعنف ولا بالتفاهم؟ يعني لقيتيه مسك الحاجه مثلا وراح كسرها، طفله هيجرب، رحتي ماسكاه وضرباه ولا رحتي ماسكاه وقايله له ده نوتي ده، طب كده مش بابي جايب دي، طب كده قول سوري لبابي مثلا كده، على اساس ان مثلا دي رب بتتكلمي تتفاهمي مش بتدي تعليمات، نقاش يعني نقاش. الله ينور عليكي. طيب خلينا دكتوره دلوقتي نروح نشوف الناس قالت ايه ونعرف راي الناس، مين المسؤول عن تربيه الولد والبنت في انه يعامل المراه لما يكبر معامله كويسه. ننزل كاميرا صباح الخير مصر نزلت الشارع وسالت الناس ازاي نربي ابنائنا على احترام المراه واحترام حقوقها في المجتمع. خلونا نشوف الناس قالت ايه. للمراه مكانه عظيمه جدا في المجتمع، فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة، واحترامها من القيم المهمة في مجتمعنا، لأن الاحترام ده بيحفظ ليها مكانتها وحمايتها. فعشان كده تربية الأبناء على الخلق ده مهم جدا. فحبينا ننزل الشارع نسأل الأباء والأمهات إزاي بتربوا أولادكم على احترام المرأة في المجتمع، وإيه المواقف اللي ممكن تكون خلتكم تعلموا منها أولادكم احترام المرأة. تعالوا نشوف ونسمع الإجابات هتكون إيه. عايز اسال حضرتك ازاي بتعلم ابن حضرتك انه يحترم المراه في المجتمع؟ والله دي سلوكيات لازم كل اب وكل ام بيغرزها في بيته في المجتمع، لان المراه هي مش نص المجتمع، هي المجتمع كله باكمله، ولازم انا اعلم ابني ان هو يحترم المراه. وطبعا هو الاحترام ده في البيت، هي بترجع للبيت نفسه، بترجع لولي الامر. زي ما بيتعامل مع والدته او اخته باحترام، فنفس الشيء ان يتعامل مع اي بنت او اي جاره او اي قريبه او اي حد باحترام. المراه بشكل عام تحترم جدا، لان دي ام واخت وصديقه وجاره. يعني انت الوقت لما تيجي تحط نفسك في مكانك، انك انت اللي ماشيه معاك دي اختك. بطبيعه الحال تعتبر المراه هي نصف المجتمع، وهي اللبنه الاساسيه في المجتمع، حيث ان المراه هي التي تربي وهي التي تعلم وهي التي تقوم على اعمال المنزل، وبالتالي هي شريكه الرجل في كل شيء في مناحي الحياه. فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع. يعني الاحترام واجب قبل كل شيء، بس هو بيحترم المرأة زي أمه زي أخته زي مراته، ويعني التربية هي كل حاجة. أول حاجة بعلمه دينه إزاي، يعني أول ما أعلمه دينه هو هيبقى فاهم إزاي يتعامل مع المرأة، من خلال إن هو بيشاركها في كل حاجة ويحترمها، هي لها رأيها زيها زيه بالظبط. وبعدين نص المجتمع المرأة، سواء الأم أو الجدة أو الأخت أو الخالة، لازم يحترم المرأة دي، أخته وأمه وخالته وعمته وجدته،
فلازم يحترمها. يعني مثلا اخليه اللي هو اعلمه ان هو ما ينفعش يعلي صوته على بنت او يمد ايده عليها لاي سبب، فلازم افهمه لا ان في حد بين الولد والبنت، ما ينفعش ان انت مثلا لا تمد ايدك على بنت مثلا حتى لو بيزقها في كتفها. بمناسبة المواقف، هل في موقف معين حصل قدرت من خلاله ان انت تعلم ابنك ازاي يحترم المرأة او البنت في المجتمع؟ يعني مثلا قابلنا واحدة ست كبيرة عايزة تروح مكان معين او عايزة تعدي، فبوصلها على اساس ان هي مش عارفة المكان او اقرب مكان ليها. هو ممكن ما كانش في البيت قوي، بس مثلا كنت انا في المترو مرة وهو جنبي، فدخلت بنوتة صغيرة، فهو تلقائي شاف الناس الكبيره بتقوم للستات، فهو تلقائي قام للبنوته. كان مره مثلا بيتعامل معاها بشده كده وبعنف، ففهمته انه ايه إن اخته دي يعني ان لازم يتعامل هو هيبقى مسؤول عنها. في مره كان في ولد ماشي في الطريق ورخم على بنت، فهو دخل وخلد البنت دي بعيد ومسك الولد دوت وقعد يكلمه ويقول له ما ينفعش كده، دي لو اختك لو بنت خالتك هتعمل معها كده. يعني يا دكتور زي ما شفنا في التقرير يعني نماذج كتيره قوي قالت ان احنا لازم نتعامل مع الاثنين بطريقه متساويه، يعني ونعلم الاثنين ونحترم الاثنين. خلينا نتكلم عن المواقف، زي ما كان في حد بيقول ازاي اعلم ولادي من خلال المواقف، يعني لو في ست كبيره بتعدي الشارع مثلا او زميلتي بفتح لها الباب عشان هي تعدي الاول، او الباب ليه بس او ممكن زميلتي ممكن تفتح الباب لنفسها صح؟ يعني مثلا طب ردي بقى بعد اذنك. لا انا هقول لحضرتك حاجه، افتح لها كل ما مراحل زي ما اقول لحضرتك رحله التربيه. انت في كل موقف مواقف الحياه اللي بتتعاملي بيها هي اسمها رحله. ليه؟ لانك انت اون ديلي بيزز انت يوميا بتتعرضي لاشياء وانت بتتعرضي فيها مع ابنك او بنتك، بتروحي مديه هنت حاجه يتعلمها. هي بتثبت، هي ما بتروحش لانك تحت المراقبه. خلاص. طيب انت بتيجي بتركبي العربيه بتعلميه انه ذوقيا انك بتفتح للبنت العربيه، لما تيجي انت تبقى ماشي قدامها زق انت الباب وافتحه، ممكن يبقى تقيل ما تقدرش هي تزقه. زي بالظبط الحاجه الشهيره اللي دايما يعني بيتريقوا عليها في الافلام وبتاعه كده او في السوشيال ميديا، نفسي اخد حاجه من البيت خد كيس الزباله ارميه معاك. لا، هو الفكره انك انت هتشيله. هي البنت بتساعد مامتها في البيت، المطبخ، الحاجات بتروح حطاها في الباسكت، الكلام من ده. لما هنيجي نضطر ان احنا ننزل مخصوص علشان نعملها وانت موجود اعملها انت. ده نوع من المساعده، ده نوع من المشاركه في الحياه. هو كده بقى عارف انه بياخد خطوه معينه. هل بيختزل التعامل مع المراه فقط في فتح الباب وفتح باب العربيه وكده؟ يعني هل ده دي الحاجه الوحيده اللي تمثل احترام للمراه؟ اكيد لا، هي تعاملات يعني ظاهريه، ان انا احترم رايها، ان انا اسمعها وهي بتتكلم، ان انا اسمعها وهي بتحكي، اسمعها وهي بتشكي ايا كان، انك تقدر اللي هي بتعمله مهما كان بسيط. مفيش مانع يعني، ده بالعكس التعبير دايما عن التقدير والاحترام ده مش حاجه غلط. وهي كمان البنت لو في طريقه بتعبر بيها دي حاجه كويسه. هقول لحضرتك حاجه، زي ما احنا قلنا في الاول احترام المراه واحترام الرجل هما الاثنين في بوتقه واحده. الاحترام ده بيبدا من جوه، كل واحد بذاته في جوه، بمعنى ان انا ببقى عارف حدودي وتعاملاتي مع نفسي، وبالتالي انا مش هسمح لحد انه يتجاوز. لما يجوا الاطراف وهم فيهم نوع التوازن ده هتلاقي انه بيعرف يقدر هي بتعمل ايه، او يجي يشكرها لو في اي حاجه مثلا جت عملتها، بالتبعيه هي هتيجي تحترم خصوصيته او هتيجي تحترم المجال اللي هو بيشتغل فيه مثلا او طريقه حياته عامله ازاي. الولاد لما يشوفوا الكلام ده ويشوفوا التعبير، انك لما تيجي مثلا الام تعمل حاجه فالاب يقول لها كتر خيرك تسلم ايدك، هو عارف انه يعرف يعبر. لما تيجي حضرتك لجزئيه انها مظاهر خارجيه، المظاهر الخارجيه دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، لسبب لانها بتدي صوره الابريشيشن او نوع التقدير او نوع الاحترام، بدل ما ابقى شايله الكياس كلها وحدلق بيها وانا ماسكاها، هو راح شايلها عني. انا عمري ما هعمل ده لو انا من جوايا مش مقتنعه بيه. فالاقتناعات الداخليه دي بتعبر عن، او الخارجيه بتعبر عن انا من جوايا عامله ازاي، انا مقتنعه بيه. فانا شايفه ان بالعكس دي حاجه جميله جدا، ولو في حاجه البنت من ناحيه ثانيه تقدر ان هي تعملها كنوع من انواع التقدير للراجل او للولد، دي حاجه كويسه. مش الموضوع متبادل. ده هي. طيب لو كان في عتاب ما بين الزوجين ينفع قدام الابناء ايا كانت طريقه العتاب؟ هقول لحضرتك حاجه، الاختلاف في حد ذاته ده ظاهره صحيه انها تحصل.
لكن الاختلاف والتعامل معاه باحترام. لو ما عندناش القدره على التعامل باحترام فما ينفعش ان الاولاد يشوفوا الكلام ده، ولازم نروح نشوف حد متخصص يعلمنا ازاي ان احنا نتعامل باحترام في الاختلاف. ليه؟ لان الولاد بيحسوا في نظره العين لو الام دي عينيها مدمعه ومعيطه، او بيلاحظوا في الاب لو هو بيتكلم في سيره الام وهي مش موجوده، يعني هو جوه في الاوضه مثلا ولا هي في المطبخ وهو متضايق، فيروح يعمل باي اي اي رد فعل ببادي لانجوج او تعبير بالوش مثلا، الابن او البنت هيحسها. طيب لو جه سالك وراح قال لك انتوا زعلانين من بعض، لا انت هتقول احنا في بس عندنا مشكله صغيره وبنحلها وخلاص، وبتيجي بتقولوا ان انتوا تفهمتوا ازاي، وتيجوا تطلعوا بعد لما انتوا اتصالحتوا ان انتوا تفهموهم خلاص مامي وبابي خلاص ما بقاش في اي مشكله دلوقتي، كانت في مشكله صغيره وانا هسيبهم وهم محتارين اصلا. لو شافوا المشكله، افرض سمعوا الصوت وهم بيتخانقوا مع بعض وهم في اوضتهم وما اتكلموش، دايما احترم الابن، يعني ابنك وبنتك احترم عقليته على قد مرحلته، علشان هو هيحترمك at the same time في نفس الليفل، وهيبقى عنده القدره انه يسالك ويعبر عن اللي جواه. لو طلع انه مكبوت وما يعبرش عن اللي جواه، عمره ما هيعرف يتفاهم مع اي اختلاف حواليه بطريقه صحيه، وتبدا بقى مرحله العنف بعد كده. انا لما ابقى غضبان يا هكسر يا هضرب يا هلجا لاي وسيله من وسائل العنف، لان انا كل اللي كنت بشوفه ان مثلا بابا بيزعق في مامته، او هو سمع انها اتضربت من غير ما يشوف هو فيه ايه، من غير ما يفهم. وده بيخلي جواه احساس بالقهر او احساس بالضيق والغضب، لان دي مامته فموجوع عليها، وده بابا فهو غضبان انت ليه تعمل كده. وخصوصا بقى لما نيجي بعد كده ونقول له ما تضربش اختك، طب ما انت جيت ضربت مامتي. ده بيعمل درو باك تاني، انه بيخلي نفسيه الطفل غير سويه. هتطلعي لي راجل في الاخر يا اما عصبي جدا وانفعالي جدا وكل تعاملاته بالضرب او بالعنف، سواء عنف لفظي عنف جسدي ايا كان، او حد يبقى انطوائي جدا من كتر ما هو شاف ان مامته مكسوره. صحيح. يعني على كل حال احنا متفقين دلوقتي انه المفروض لما اجي اعلم ولادي حاجه لازم اعلمها عن طريق النقاش اول حاجه، تاني حاجه يشوفوا مواقف بعينيهم انا شخصيا او باباهم بنعملها قدامهم عشان يقدروا يحتذوا بالام والاب. وزي ما الدكتور قال الدكتور شيرين انه التيكس تو، لازم الاثنين يكونوا هما الاثنين بيدعموا فكره احترام المراه والرجل بطريقه على شكل سواء. شكرا ليكي الدكتوره شيرين عامر استشاري الامراض المهنيه والسلوكيه وطب الاسره، كل الشكر. ميرسي لحضرتك. شكرا ليكي يا فندم. ميرسي يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وسؤال جديد في انتظار طبعا تفاعلاتكم باستمرار، وصباحكم زي الفل.